حرة كده. بتحفري قبرك بإيدك. نفسي أجرب طعم الغلط. طعمه حلو بس بيلسع. ممنوع ممنوع ممنوع. فلقتوني بقى غصب عنك في عادات وتقاليد. الدنيا حلوة يا ولادي. حلوة؟ دمار وموت وجوع وقتل وخراب؟ معلش يا ستي، أصل الشيطان في زماننا ده بقى سر وباتع. ضد التيار. مننا لا يحلم بالتميز أو الاختلاف. مننا لا يحلم بكسر المألوف وفك قيود التقاليد وكل ما هو ثابت. مننا لا يحلم بأن يتخلى عن العقل ويطمح إلى اللاعقل. مننا لا يحلم بأن يسير عكس الاتجاه وتذوق طعم الأخطاء دون السقوط في بئر الشذوذ. مننا لا يحلم بأن يصبح متهماً بأنه شخصية ضد التيار. مساء الخير. ضيفي الليلة يمكن تكون الشهرة ما خطرتش في يوم من الأيام على باله، فلا هو نجم سينما ولا حتى زعيم سياسي أو مخترع. ضيفي ضرب الطرق التقليدية للشهرة بعرض الحائط، وحقق شهرته عن طريق العشق والهوى، ومنحه الفراق شهرة أكثر مما تخيل. أراد بإصرار أن يكون من المحبين الذين يمرون من بوابة التاريخ. خلطته الجديدة للحب لم نسمع عنها، قام بتجربتها بمفرده، فانهدم المعبد فوق رأسه وغدرته الحبيبة والذكريات. قد تتفق مع، قد تختلف مع وسيلته، وقد تصدمك مبرراته، ولكن ما يجعلك تتغاضى عنه إنك تلمح في عينيه صدق الحزن والندم. ضيفي نمر مجروح خسر رهانه فانكسرت الصورة العائلية، ولم يبقى إلا هو وحيداً وسط إطار الصورة المهشمة. المنتج السوري المعروف أيمن الذهبي. ولو أنا مختلف معك شوي، شعرت إن عندك تعقيب حتى وأنا مش بصالك. مختلف معايا في إيه في المقدمة؟ مش نمر مجروح. ما شعرتش في لحظة إنك نمر مجروح؟ لا، كنت يمكن يعني بفضل ما رد هلا. يعني بفضل نرد في تسلسل الحلقة. جهي كحلها عماها، ده مثل أكيد موجود في سوريا زي ما هو موجود في مصر وموجود في مصر. كحلها عماها مظبوط. في بني أدمين بتدور على الغلط، وكمان في غلط بيدور على البني أدمين. علاقة غريبة قوي بين الإنسان والخطأ من ساعة ما تولدنا على الأرض. مش قصدي هنا أن أنا أتفلسف عليك، بس صعب الإنسان يهرب من أخطائه، وكمان البني أدمين مهما اختلفوا عن بعض كلهم في الآخر عندهم رغبة في تصليح أخطائهم، لكن وقت تصليح الخطأ ممكن ييجوا يكحلوها فيعموها. تماما. أيمن الذهبي، المثل ده ينطبق عليك؟ جيت تصلح غلطة وقعت في غلطة أكبر. إيه بمطارح صارت. مظبوط. أيمن الذهبي شخصية ضعيفة أم شخصية قوية؟ قوية كتير. جريء أم جبان؟ عفوا في الكلمة. لا، جريء جدا. النهاردة هتكون جريء جدا؟ أكتر ما تخيلي.
قادر انك تسمع صوت أصالة زوجتك الأولى وأم ولادك وطليقتك حاليا ولا؟ شوفي أغاني أصالة القديمة أو تاريخها، خليني يكون واضح أكثر، هو تاريخي يعني. أغانيها أولادي كلهم عملتهم أنا على إيدي، كل الأغاني من سمحتك لأسفة، فما فيني أكرههم. وأغانيها الجديدة ما بسمعهم ولا بتسمعهم وبتقول مش بسمع؟ ابدا، بجوز بالصدفه تمرق على التي في انا قاعد، بجوز بالراديو بالسياره وانا عم سوق، بجوز بشي مطرح تتعدي مرور الكرام علي. بتقلب ولا بتتفرج؟ بقلب. الفنانه اصاله نالت شهره كونها من افضل الاصوات العربيه. هلا احنا بدنا نحكي على اصاله طول الوقت؟ اكيد حنتكلم على اصاله مش طول الوقت. هلا انا جاي بس لاحكي على اصاله. امال جاي تتكلم على مين؟ انا جاي اشوفك. وانا كمان مبسوطه ان انا شفتك، مبسوطه باناقتك النهارده الملفته للنظر. الله يخليك. بس ايمن الذهبي، انت واصاله يعني اسمك مرتبط باسمها في دائره مغلقه، يعني لو اجي اتكلم على المنتج الاقي انك انت منتج بفضل اصاله، هتزعل لو قلت بفضل؟ أكيد لا. أوكي، لو أصالة كانت ضيفتي النهاردة ما كنتش هقدر كمان أتغاضى عنك أو أغيبك، لأنك أنت برضو أساس. وفاء وفاء، أنا نفسي نسيت أني كنت متزوج أصالة، فكيف الناس قرفت قصتي أنا وأصالة؟ أنا نفسي قرفت من نفسي بقصة أصالة. حاجة يعني كفاية أخذ، يعني هلأ بجوز أنت تلاقيني بمطرح أشهر زوج فنانة، أشهر منتج، أشهر مدير أعمال، بس الموضوعنا أو مشكلتنا أنا وأصالة أخذ أكبر بكتير من حجمه، فما لي عارفان ليه. هل هو أنا لأني قصة كبيرة أم لأنه أصالة القصة الكبيرة؟ أنت شايف مين القصة الكبيرة، أنت ولا هي؟ أنا أكيد أكيد. هل أنت أشهر منتج وأشهر مدير أعمال وأشهر زوج فنانة؟ ولا في حد بيفوقك في الشهرة؟ يلي مثلي بالعالم العربي ما هو أكثر من أصابعك الخمسة. يلي مثلي بالعالم العربي عم قلك مو أكثر من خمسة. اديني اسم تشعر إنه هو مقارب ليك في كل حاجة. هلأ شوفي، المنتج لازم يكون فنان بالفطرة، ما بينفع يكون منتج أو مدير أعمال ما له علاقة بالفن، حتى لو عنده فلوس حيفشل. مثل دكتور التجميل، هل بينفع دكتور تجميل يعمل تجميل بدون ما يكون دارس طب ويعمل اختصاص أنف وأذن وحنجرة بعدين بيعمل ماستر تجميل؟ أيمن الذهبي، حواراتك الصحفية، انجذاب الصحفيين لاسمك، اسمح لي أقول لك مش عشان أنت المنتج الناجح ولا علشان أنت مدير الأعمال الأول ولا عشان أي حاجة من الكلام ده، انجذابهم ليك لأنك أيمن الذهبي زوج أصالة السابق. كان بالأول. أوكي، بالتالي كل الأرشيف اللي أنا جبته لقيته بيتكلم بيدور كله حول علاقتك بأصالة، يعني حتى أنت لفترة قريبة جدا في الشهور الأخيرة من 2007 كل حواراتك برضو لو جات سيرة ألبوم البرنامج اللي اشتركت فيه في لجنة الحكم مع تلفزيون الام بي سي برضو أصالة موجودة في كل سطر. لا كانت فين دي أصالة موجودة في كل سطر من سطور الصحافة وهي بتسألك حتى عن الصحافة. بس مش أنا يعني. أوكي. حتى ما اجت شاركت. اسمح لي. ما جاتش شاركت فعلا. كان نفسك تيجي تشارك؟ كان آخر همي. آخر همي تجي ما تجي عادي. عزموها وهي ما جاتش؟ طبعا حكوها. ليه ما جاتش؟ والله سمعت انه زوجة طلب مبلغ كبير او ما بعرف شو او ما بعرف، بس ما اجت. كنت بتطلب فلوس ايام ما كنت زوج اصالة مقابل ظهورها؟ طبعا. خليني النهاردة احط النقاط فوق الحروف. مش دايما. مش دايما يعني انا في مطارح كنت انا ادفع فلوس عشان تطلع اصالة بهالمطرح،
بدون ذكر لما يكون المكان ناجح طبعا لما يكون مهم. وأصالة جت مرة دفعت فلوس عشان تطلعها في حتة؟ طبعا في بدايتها يبقى وهي مش معروفة أكيد دفعت كتير ده أنا ياما عامل حفلات دفع من جيبي فلوس عليها ياما. أصالة كانت بتخسر؟ بتخسر كيف يعني؟ يعني ما كانش عندها في حفلاتها جمهور كان ممكن تخسر حفلة من حفلاتها؟ شوفي أي فنان ما حأحكي عأصالة أنا بشكل خاص وححاول وفاء عن جد ما أوقع بأي مطب حتحطي لي يعني. أنا مش عايز أحط لك مطبات لسانك حصانك إن صنته صانك وإن خنته خانك فأنا حقول لك أسئلتي اللي أنا مش جايبها من برا أنا جايبها من كل اللي حواليك وجايبها من الأرشيف. طيب روقي شوي أنا عم أقول لك إنه أخذ الموضوع أكتر من حجمه وكتب كتير عن الموضوع وكتب هلا خليني أرجع للسؤال مشان ما أنساه تبعك إنه ممكن أي فنان معرض لحفلات ناجحة ولحفلات غير ناجحة مش يعني ما في فنان واحد معين يعني أي فنان. خليني أبتدي بس من نهاية الآخر. أصالة نالت شهرتها كونها من أفضل الأصوات اللي أنجبتها خليني أقول الأرض العربية، لكن أيمن الذهبي نال شهرته لما اختلق خليني أقول وما تزعلش مني أو فضح أسرار زوجته أصالة. مشيت ورا مقولة شمشون علي وعلى أعدائي أيمن، شمشون هدم المعبد لكن أنت هدمت أسرار بيتك وزوجتك، اعتبرت ده وسيلة للضغط عليها عشان ترجع لك؟ أنا ما حكيت أسرار خاصة مشتركة بيني وبين أسرار، وكلامي اللي قاله نشان أني أنا كنت أحكي أو حكيت إشياء كانت تصير بقط النوم هذا الكلام مش صحيح. انت شو سمعتي؟ عندك شيء انت من الارشيف اللي جايبتيه والمعلومات اللي جايبتيها كلها عندك شيء بياكد اني انا حكيت اشياء كانت تصير بقط النوم بيني وبين أصالة؟ عندي مقابله قلت فيها انه حتى في اللحظات السعيده في الارشيف حتى في اللحظات السعيده اللي جمعتني بأصالة كانت بتقول لي تعال نتطلق. ايه اللي قصدته هنا باللحظات السعيده؟ يعني لما نكون قاعدين ورايقين وقاعدين على التي في يعني ممكن نكون بالسيارة عم ندندن يعني أكيد ما حتكون بقط النوم. كنت قلتها في سيدتي العدد الصدر بتاريخ 17/6/2006 واتخذت جلساتنا السعيدة اتخذت على طول بخيالنا إن في اللحظات الحميمة اللي ما بينك وبينك. لا 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 الأوقات السعيدة يعني الأوقات اللي ما كان في خلاف بيني وبينها أو حالة من العصبية أو خصوصية الأزواج شيء غير قابل للتداول في الصحافة. هلأ في مطرح بدي أقول لك أي فنان حتى بأمريكا حتى بأوروبا أي فنان في فوكس عليه ما في شك يعني الفنان قضية عامة حتى بحالاته الخاصة حالاته الاجتماعية الناس عندها فضول إنها تعرفها لأنه بتشوفه بس على تيفي وعم يغني أو عم يمثل بدور معين إذا كان ممثل أما أخباره بالبيت وأخباره العاطفية بتكون الناس عندها شو لحتى تعرف هالشيء أو شو عم يصير معه وفعلا بيكون مادة دسمة للصحافة بيكون سكوب يعني فهذا الشيء يعني غص من عني أنا أو عن أصالة مشكلتنا كانت للرأي العام للأسف الشديد و... أنت ساعدت في كده ساعدت أو يمكن تكون سعيد أنها تكون للرأي العام؟ لا أنا كنت حابب بس إنه جرحها. كنت عايز ترد لها الجرح؟ إيه بس ندمت. ندمت ليه؟ وعلى إيه؟ ندمت إنه الموضوع كتير ساعدت أنا بالحكي عن الموضوع بشكل عام. مش المفروض كان لا أنا ولا هي هلا هي بصراحة أول واحدة دق باب الصحافة هي أصالة مش أنا. أنا كنت بعدني بدبي وبعدني بالبيت ما لقيت غير ربيع هنيدي عم يتصل فيني وقال لي بدي أجي لعندك وبدي أشوفك مشان بلا 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 قلت له مين قال لك؟ قال لي أصالة. فهي اللي دقت الباب أول مرة
وأنا يكون عندي صديقة وفية 15 سنة بتحترمني واقفة حدي وعم تساعدني بمجال الفني يلي اسمه نضال الأحمدية، وكوني لجأت لها لفشل قلبي وقل لها هيك عم يصير وأنا ما عم صدق وشو أعمل وشو ساوي واستشيرها، لأنه هي عندها يعني مش خبرة ولكن عندها رؤية بعيدة الأمد ورؤية حقيقة جيدة وإنساني بحترمه ومثقف. فلجأت لها لأنه لقيت أنسب واحدة إني ألجأ لها، فكونها هي كمان صحفية فهذا مو ذنبي. دلوقتي بعد ما بقت أصالة في كنف رجل آخر ومتزوجة، الله يوفقها ويسعدها يا رب، وبقيت أنت أنضج من الفترة اللي سبقت، يعني ما بقيتش منفعل زي الأول، وزي ما أنت قلت دلوقتي أنك أنت ندمت أنك اتكلمت، تقدر تقول لو في حد حرضك أنك تحارب أصالة وأنك أنت تتكلم بالأسلوب اللي كنت بتتكلم بيه قبل كده؟ لا أبدا أبدا أبدا. بس شوفي القلب شغلي، نضال تعاملت مع الموضوع بداية. أنا ما قلتش نضال، ليه قلت نضال؟ لا ما كنت عم بحكي عن نضال، لأنه هي أنا اللي لجأت لها وهي اللي مثل ما بتقولي تبنت وجهة نظري أو تبنت موقفي أو آمنت فيني أو زعلت علي أو عم تدافع عني أو عن الظلم أو عن العاشق المكسور مثل ما ذكرتي من شوي حضرتك، أو سوري إن النمر المجروح. يعني الموضوع أنا ما كان بدي أو ما كنت متوقع ياخذ الحجم الكبير اللي أخده. قصتي أنا وأصالة لما اختلفنا آخر مرة ولما صار الطلاق، مش بس نضال، كل اللي حوالينا افتكروا مثل كل خناقة هاي المشكلة، مشكلة بصير مثل كل مرة ونرجع نتصالح ونرجع على البيت. فمشان هيك في ناس كتير الحقيقة كانوا محايدين، في ناس كتير ما تبنوا وجهة نظرها ولا وجهة نظري، وفي ناس كتير بس افتقت. أنا الحقيقة افتقت لأولاد الحلال يلي حوالين أصالة، يعني ما كنت شوفهم، كل اللي حواليها كانوا ما كانوا أولاد حلال أبدا، من ما بدي أذكر، بس كل اللي حواليها ما كانوا أولاد حلال. معقول؟ إيه، لو كان في حدا بس بيحب البيت اللي عمرنا ولا بيحب أولادي ولا بيحب أصالة وبيحب مصلحة أصالة يمكن كان اختلف الموضوع، مجرى الأمور كان تغيرت، يعني المجرى كان تغير يمكن ما بعرف، بس عموما ما كان في أولاد حلال حواليها أبدا وإلى الآن. سلمت دلوقتي ان في وضع جديد لازم تتأقلم معاه ولازم يكون مش دلوقتي، من سنتين، من وقت الطلاق. من وقت الطلاق تزوجت المخلوقة بعد الطلاق مباشرة وكل الناس بتعرف، والله يوفقها ويسعدها، وهلأ هي عزمة رجل مو من حقي أنا أتكلم أي شيء. ردات فعلك ما كانتش بتقول إنك أنت سلمت أو حتى استسلمت، أنت بتقول من سنتين سلمت، اللي أنا شايفة إن ردات فعلك ما كانتش بتقول كده. بتحب مين أكتر، أصالة ولا ولادك؟ في مثل قديم شامي عنا بيقول لك مبارح أمي اليوم مرتي وبكرة أولادي. مين بيصرف على الولاد دلوقتي؟ أنا ما بقصر بمطارح لما بيطلبوا مني أي شيء، بس إنين عايشين مع أمهم فالطبيعي إنه هي عم تصرف عليهم. بتسأل عليهم؟ أنا طبعا بتكلمهم باستمرار؟ أكيد أكيد. بنتي بس مرقت فترة طويلة ما شفتها، ومرقت فترة طويلة ما حكيتها. آخر مرة شفتهم إمتى؟ ابني هلأ طلعت شفته بدبي، كان دبي عمل إجازة الكريسماس ونيو يير بدبي كان، وطلعت شفته بدبي. بنتي ما شفتها.
معلوماتي بتقول انك انت مش بتسأل على الولاد، ليك جملة قريتها في اكتر من مجلة بتقول انك مستني الولاد على ما يكبروا. فكنت مستغربة، مستني الولاد على ما يكبروا ازاي؟ يعني هم الولاد هيحتاجوك لما يكبروا، الوقت ده هم اللي محتاجينك فيه. لما لا 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 ما هيك قصدي انا كان ابدا، انا ما قلت مستني الولاد عشان يكبروا عشان انا اشوفهم ولا اسأل عليهم، اكيد لا. عشان تكون جنبهم، عشان تهتم بيهم، اكيد لا. بس انا بصراحه بقول لك كمان، انا اب بالنهايه مالي مضطر اركب طيارات وسافر الاف الاميال لاشوف اولادي، انا ليه هالقدر محكوم علي؟ لا برفضه، واذا كان واقع برفضه، واذا كنت قادر غيره بغيره وعم حاول غيره. انا رجل بالنهايه، انا بصنع قدري وانا بصنع حظي. يعني مش اصاله اللي منعاهم انهم يشوفوك؟ شوفي رجعنا لأصالة، وفا ما بدي أحكي عليها. أصالة منعتك إنك أنت تشوف ولادك؟ لا ما منعتك. لا أوكي. اتهمت طارق العريان إنه خطف أصالة طمعا في المال والشهرة أكتر من مرة. ما حكيت هالكلام إطلاقاً. اللي انكتب في الصحافة، أنا لعلمك بدي أقول لك شغلة بين قوسين أو بين هلالين مثل ما بيقولوا، أنا طارق العريان ليس غريمي وليس خصمي ولا في شيء بيني وبينه إطلاقاً. أنا إذا بشوفه بمطرح بسلم عليه هلا. ليه ليكون غريم؟ ما له غريم. شفته بعد زواجه من أصالة؟ شفت أخوه. سلمت عليه؟ لا. ف يعني على أخوه لا ما سلمت عليه، شفته من بعيد يعني، ما شافته وشافني، بس كان يعمل مدري شو بالشام يعني كان وهيدا وشافني هو. بس أنا ما في شيء بيني وبين طارق العريان، فلا اتهمته ولا خطف أصالة ولا كان شايف أصالة ولا براسه أصالة أساسا. يعني الكلام مش حقيقي، وما قلتش ان هو محتاج شهرة ولا طمعا في فلوسها، ولا صورت أصالة على ان هي الفرخة اللي بتبيض ذهب من كلامك ده، لأنك أكيد لو هي كانت الفرخة اللي بتبيض له ذهب فبرضه كانت بتبيض لك ذهب. لا أنا ما قلت هالكلام ولا بذكر قلت هالكلام أنا. إنه خطفها وهي الفرخة اللي بتبيض له ذهب. لا أنا تشبيهك يعني للكلام إن هو أتجوزها طمعا في المال والشهرة، وكأنها إحنا بنقول في مصر باللهجة الدارجة الفرخة اللي بتبيض ذهب. يعني تزوجها وفاء مشان شو؟ نكون واقعيين، بحبها حبها. مين حيحب واحدة عندها ولدين ومجوزة 15 سنة؟ مين قادر يبني بيت على حساب دمار بيت؟ كيف بده يتوفق؟ كيف ضميره بيسمح له يعمر بيت على حساب دمار بيت؟ يا جماعة اللي ما حدا مستوعب اللي صار، انتو يعني طمعا في المال والشهرة انت عايز تقول؟ اكيد. أعطيني مخرج واحد صور له من سنتين لهلأ غير طارق العريان. أنت لو كنت مخرج ومراتك كانت مطربة مش أكيد كنت هتصور لها؟ أبداً بصور لها أكيد، هي سهيل عبدول. طب ما أنت أيام ما كنت متجوزها كنت أنت مدير أعمالها على طول. أنا الألبوم اللي كنت أعمله عمري بحياتي ما عملت ألبوم لما ملحن واحد إلا ما بنوع والمخرجين. بس انت اللي على طول كنت مدير اعمالها، يعني انت كمان المستفيد. لو هنبص لطارق بالطريقه دي ممكن ابص لك بنفس النظره، انك كنت برضو انت المستفيد. يا مامي الفنان الطبيعي انه يغير كل يوم ملحن ويتعامل مع كذا ملحن ومع كذا مخرج، بس مش من الطبيعي انه يغير كل يوم زوج او يغير مدير اعمال او منتج. اكيد مش يعني مو من الطبيعي. يعني لو الرجل الشرقي، لو الست بتاعته كان مدخلها أعلى منه وكانت خلينا نقول بتصرف عليه، تتحط في خانة الأعداء؟ أنا بالنسبة لي لا. ليش تنحط في خانة الأعداء؟ ما في كتير ستات موظفين من برا الوسط من برا الفن بيشتغلوا وبيطلعوا أكتر من زواجهم ومرتاحين ومبسوطين مع بعض، وهي وزوجها وعادي. ضد ومع، ضد أو مع فرض الحجاب على الفتيات من قبل الأهل؟ ضد طبعا. ليه؟
لأنه لازم الموضوع هذا يكون طوعي، يعني من نفس البنت لازم هي تأخذ قرار بهالموضوع. ضد أو مع طلب الزوجة لبيت الطاعة؟ أكيد ضد. ضد طلب الزوجة لبيت الطاعة؟ أكيد. يلي بتروح بستين دهي بلا ما ترجع، ليش بتطلبيه؟ يلي ما بدها تعيش معك أو يلي ما بده يعيش معك بدك تعيشي غصبا عنه معك؟ أكيد لا. أكيد لا. ضد أو مع حق مدراء أعمال الفنانين بالحصول على نسبة عالية جدا من أرباح الفنان توصل لفوق 50% بحجة إن هم اللي بيديروا له أعماله، فهم اللي أكيد ليهم الفضل في الفلوس اللي بتدخل له والنجاحات اللي بيعملها؟ لغاية 50% أنا مع، بس فوق 50% بيبقى في إشحاف وفي ظلم للفنان. فأكيد 50% فير. إذا انتبهي، يعني إذا كان في تكافؤ بالعمل، يعني إذا كان مدير الأعمال شايل القصة كلها وهو عم يشتغل كل شيء وعم يجيب حفلات وعم يجيب شغل للفنان، أكيد أنا مع أنه ياخد 50%. خليني أعملها 50%. مع أنا قلت أكتر من 50 فحذفت الأكتر وخليتها 50. كنت بتاخد من أصالة 50%؟ آه 50%. بس أنا معلوماتي بتقول إنك كنت بتاخد كل حاجة وبتديها مصروف. أنت معلوماتك ما عم بفهم منين جايبتيها، من الأسمانيين من أيام الأتراك ولا؟ كنت بتديلها مصروف. مصروف مين؟ مصروف في شنطة إيدها في مصروف. أنت مخربطة يا مامي، هي بنتي مش أصالة، هي بنتي كنت أعطيها مصروف أنا مش أصالة. أنت مخربطة يمكن بين بنتي وبين أصالة. حقك ما تصدقيني، حقك ما تصدقيني. أنا من 50% تبعي أنا كنت أصرف على البيت، كنت أعمل واجباتي كلها العائلة، وإحنا بيتنا كان كبير كتير وبيت حماية ساكنين عندي ومصروفنا كبير. مش أصالة اللي بتاخد مصروفها من زوجها، مش أصالة. أوكي. ضد أو مع إطلاق سراح سجناء الرأي في سوريا؟ ضد. ضد ليه؟ لأنه لحنا ما بيلبق لنا لا حرية ولا بيلبق لنا ديمقراطية بصراحة نحكي. وأنا شغلتين ما بحب أحكي فيهم عموما، يعني السياسة والدين، الأصلين ما بحب أحكي فيهم. ولكن إذا عم تقليلي رأيي أنا بصراحة، إحنا الشعب العربي فهمانين كل شيء بالمقلوب، الديمقراطية فهمانينا غلط والحرية فهمانينا غلط، لك حتى ديننا فهمانينه غلط. بأمريكا بيفهموا قارين القرآن فهمانين القرآن أكتر مننا لحنا الإسلام. شو رأيك؟ شو رأيك؟ ليه بتقول كده؟ لأنه في دلائل. في دكتور إسباني من فترة أنا تعرفت عليه، العالم العربي يعتقد أو الإسلامي تحديدا بأنه ربنا حلل ضرب المرأة بالآية، بسم الله الرحمن الرحيم، بيقول واضربوهن واهجرون في المضاجع، هي رقم سورة النساء آية 162. في العالم الإسلامي أو كل الناس مفكرة أنه الله، ناس بتقلك بقى شو الاجتهادات الخاصة هون، ناس بتقلك لا يعني هيك اضربون، ناس بتقلك يعني بالريش يضربها. طيب يا مامي ما في آية تانية بالقرآن بتقول وضرب عصاه في البحر فشقت له طريقة على سيدنا موسى؟ وفي 30 آية بالقرآن جاي كلمة ضرب رمى، فالطبيعي إنه يكون مقصود فيها وربنا قاصد فيها إنه رميهم وهجرهم بالمضاجع إذا عصيوك. بعد الفاصل، أيمن الذهبي خان أصالة، سرق مجوهراتها ومالها وكمان ضربها. ابقوا معنا. بتتفرج على السينما المصرية؟ أنا؟ جديداً؟ أحياناً. شفت فيلم حاسس إن هو شبه حكايتك مع أصالة؟ فيلم إيه؟ شفت فيلم شعرت إن هو بيشبه حكايتك مع أصالة؟
فيلم ايه؟ فيلم لعبد الحليم وشادية. اسمه تفتكر؟ مش هقول. معبودة جماهير؟ مش هقول ليلة. ولا هقول الأغاني اللي غناها فيها. ليلى بكى فيها القمر، فيلم لصباح وحسين فهمي. الست لما ساعدت حبيبها لقيته بيخونها من غير أي مبرر. المبرر الوحيد أنه كان عايز يثبت لنفسه أنه هو راجل جامد وراجل مستقل. أيمن الذهبي خان أصالة، وعرفت وحدات، خليني أقولها جمع واحدة باللهجة الدارجة، عرفت وحدات كتير عليها ليه. والله العظيم ما فهمت عليكي شيء. خنت أصالة ليه؟ هاي دي فهمتها. وحدات هاي عليها ايه؟ ما فهمت. لا، عرفت كذا ست على أصالة ليه. وحدات؟ يعني جمع واحدة. ايوه، ما انا قلت لك قبلها جمع واحدة. قلتي لي جمع واحدة بس انت ربطيهم في بعض فتلخبطت المسألة. عرفت اكتر من ست على أصالة ليه؟ مين اللي قال كده؟ انت قلت، وكل اللي حواليك بيقولوا كده، وانت قلت برضو كده. انا قلت كده؟ لا، وحياة ربنا ما قلت كده. لما تداولت الصحافة أنا يلي الحادثة الأخيرة اللي تم بسببها الطلاق، قلت بالحرف الواحد أنا ندمان إن أنا ما خنتهاش أكتر من كده. قلت بالحرف الواحد ده. أنا جايلكي بالحديث. هنرجع للموضوع، يعني حتقحميني بالقصة. شوفي، شو مفهوم الخيانة عندك؟ أنا اليوم لما أكون زوجك لازم أكون مع واحدة بأوضة نوم عشان خونك؟ ممكن تخوني بالفكرة كمان. ممكن وأنت جنبي في نفس السرير أخونك، والعكس صحيح؟ صحيح. أنا قلت خنتها بالمفهوم العام للخيانة، مش بالمفهوم الخاص البسيط الساذج اللي كل الناس فكرة إنه الخيانة هي بس إني أنا أكون مع ست. لا، أنا أوكي قلت الحكي، بس قلت بمفهوم الخياني العام، مش المفهوم المتعارف عليه للخياني. سامحتك كتير وبحذرك لو الزمان كان غيرك، مش هتحمل ظلمك تاني. الله يوميها تنسجم لسه مع الأغاني القديمة بكتير. بموت هالغنية. هاي الغنية كانت هي وغنية تاني الحقيقة، كانت وش السعد علينا. ما بحبش حد؟ لا، أسمع صدى صوتك، كلمات شاعر شيخ محمد بن راشد المكتوب. هي كانت، هي قبل سمحتك، كانت أول أغنية سجلتها أنا وأصالة، سجلناها كانت أسمع صدى صوتك. وحتى بتذكر سجلناها بدبي وصورناها بدبي وطلعنا شهر عسل من دبي. وكان الحقيقة وش خير علينا الأغنية كتير. طبعا في شعراء كتير كمان من الخليج ومن الشعر الخليجي اللي كمان أضافوا لأصالة فنيا، مثل الأمير عبد الرحمن بن مساعد، مثل أسير الشوق، وما بقدر أنسى طبعا الناصر اللي كان له فضل كبير بإضافات كتير مهمة بحياة أصالة. بتعتبر نفسك ليك فضل على أصالة؟ الفضل لله سبحانه وتعالى. بتعتبر أنت نفسك ليك فضل عليها فنية؟ الفضل لربنا، بس الله بيسخر ناس لناس. ربنا سخرك ليها؟ بحس هيك، بس الفضل الأساسي لربنا. يوم المشكلة اللي حصلت بينك وما بين أصالة، كانت علاقتك بيها، يعني أنت نفيت الخيانة خالص، فأنا دخلك في موضوع الخيانة عشان أثبت لك أنك أنت خنتها. أنا كنت في مصر بسجل لسارة ألبومة الأخير يلي نزل مع روتانا، سارة الهاني. نعم، فقابلت هاني عبد الكريم ووليد سعد لأنه أخذت منهم لحنين لسارة. فقال لي يا أيمن، أنا مستغرب أنه الناس كلهم فاكرين أصالة عملت أسفة عليك. قلت لهم يا جماعة، حتى من الصحافة في ناس هذا الكلام على لسان هاني عبد الكريم يلي هو كتب أسفة.
قلت له شو عم تقول انت؟ قال لي عم قلن اذا كان ايمن نفسه هو اللي اختاره وهو اللي عمله، انه مثل ما ذكرت من شوي انا من سمحتك لا اسفه كان شغلي وانتاجي كله، فكيف انا بدي اعمل اغنيه ضدي؟ بالعكس انا بتعامل مع المواضيع بشفافيه وانا بتعامل بالكلمه. وانا مثل ما قلت لك فنان بالفطره، ما بغني ما هذا، بس بحب الكلمه الحلوه، فبتعامل بالمواضيع او بتناول مواضيع الاغاني تبع اصاله كانت يلي بتمس كل الناس. يوميها يوم المشكلة اللي حصلت بينك وبين أصالة كانت علاقتكم كويسة جدا، وسمعت إنك أنت كنت يوميها حاسس بمغص في معدتك وإنك اتصلت بيها وإن هي قالت لك حبيبي ما ترعبني عليك وعيطت قوي وكانت قلقانة عليك قوي وياريتني أنا مش أنت، ورحت أنت قلت لها إنك أنت معزوم مع ناس صحابك وهي راحت تتعشى مع صديقة ليها، وبعد كده فضلت ترن لك بالتليفون انت ما بتردش على تليفونك، ترن ترن ترن، جت لقيتك قاعد مع واحده كانت هي عارفه انك انت بتخونها معاها، من حقها في اللحظه دي كانت تثور لكرامتها وتطلب الطلاق. تراكمات يعني اللي انا عرفته انك انت خنتها اكتر من مره قبل كده، وان هي وصلت في الآخر إن دي القشة اللي قسمت ظهر البعير. خلاص يا ست، خلاص إذا هيك خلاص هيك. تقدر تنكر إن ده حصل؟ أنت نفسك قلت إنها جت لقيتني قاعدة مع واحدة وراحت مزعقة وراحت ضرباني مش عارف بإيه قدام كل الناس، مش قلت الكلام ده؟ أيوة. يعني حصل أكيد، مش هتقول حاجة ما حصلتش. غلطة وندمان عليها إنك قلته؟ أو إنك خنتها المرة دي؟ إني تكلمت في الموضوع أساساً. يعني شوفي يا وفاء، أبشع شيء بالدنيا الظلم، أبشع شيء بالظلم، يا محلى تعيشي وحيدة العمر كله ودموعك تملى المخدة تبعك مثل ما بيقولوا، ولا تحسي بظلم من حدا قريب كتير لألك. وما ظلمتها ليه؟ أنا لما حكيت بهديك الفترة، أنا عم بحكي لك على الظلم هلأ، لأني رفضت بقى الظلم. سيدنا علي بيقول لك الظالم والمظلوم إلى جهنم، فأنا دفاعي عن نفسي عم يكون بكان بمطارح هجوم عليها، وأنا هلأ فيني دافع عن نفسي أرجع، وفيني حط لك النقاط على الحروف مثل ما بدك، وفيني أعطيك سكوب اللي بدك إياه برنامجك، بس ما لي حق أهجم عليها. أنا مش طالبة منك إنك تهجم عليها بلا شعور حق، أنا بدي دافع عن نفسي. طيب لما بدافع عن نفسي حق لك لا هيك صار، لا ما هيك صار، يا بدي كذبها يا بدي أرجع سير قصة انطوت صلى سنتين أو أكتر. خيانتك ليها شيء مؤكد وصمتك الآن بيدل على كده. خيانتي؟ بدي خونها بمطعم؟ كيف؟ كنت سهران ولا مع... مثل كليب أسفة بدي أنطرها لتروح تجيب اللونري أو تروح تعمل شوبينج بسوبر ماركت، بدي جيب أنا صاحبتي أو حبيبتي على البيت، عبيتي بأوضة نومة بتختة. افرضي كنت بدي خونها، ما فيني أخذ بيت ولا أخذ غرفة بأوتيل ولا أروح بشي مطرح خونة، ما لقيت غير بيتي خونة فيه. شو هالكليب مع احترامي للمخرج يعني يلي استغلوه سليم ترك مخرج، يعني قصة بلا طعمة ما لها منطقية، يعني doesn't make any sense والله العظيم. يعني قصة يعني مين بيصدق واحد بيخون مرته ببيتها بوقت اللي رايحة تجيب اللاندري وكتبت الورقة وحبيبي بحمل مش هتأخر عليك. أنا وفاء مالي كامل، الكمال لربنا سبحانه وتعالى. أنا بعرف عندي سلبيات وبعرف عندي أخطاء وما بنكرها أبداً وعمري ما نكرتها، بس أنا بقلك وبأكد لك أنا 15 سنة ما حبيت عأصالة، 15 سنة ما صحبت وحدة كان عندي girlfriend يعني بهالمعنى، 15 سنة ما صرفت على وحدة، بس ندمان. ندمان أكيد، لو عارفان النهاية حتكون هيك بهالشكل أكيد. بس كان في حياتك نزوات، صحيح ما كانش في حب، ما كانش في ارتباط زي ما بتقول ممكن تصرف على واحدة، بس كان في نزوات عابرة في حياتك. كيف نزوات؟ علاقات عابرة؟ علاقات عابرة. علاقات لا ما في. أمال مين الست اللي لقيتك بتخونها معاها؟ بتخوني؟ أنا بخونها معاها؟ آه. هي مسكتني لك في رجل بالدنيا ممكن يخلي مرته وتكمشه إذا عم يخونه؟ حل من اثنين، يا قاصد يهينه ويجرحها، يا هو قمة الغباء
في حل تالي. بس أصالة قبل كده مع زاهي وهبي ببرنامج خليك بالبيت صرحت أنك أنت كنت بتخونها. أصالة صرحت من 8 سنين ببرنامج على الأخبار وطلعت بالأخبار بالإم بي سي بالأخبار بنشرة الأخبار صرحت وطلع بالأخبار ويمكن كل الفريق الإعداد بيعرف صرحتني أنا عم خونة وغنت لي سامحتك وهي سامحتني قال خنتها مرتين أنا بعد الحلقة يوميها تلاقي ماما يا مامي أنا وين خنتك حبيبتي أنت متهيأ لك أني خنتك بس أنا وين خنتك ومع مين؟ طب ليه حتقول كده لو الموضوع مش حقيقي؟ ليه حتتبلى عليك؟ هتخليني ليه يعني حتتبلى عليك؟ دي حاجة من 8 سنين يعني مش النهاردة يعني مش موضوع هي بتخترعه اليوم عشان تدافع بيه عن نفسها لا دي حاجة هي بترددها بقالها سنين الله يسامحها خلاص كنت عم خونة أخي مخونة ظلمتها بالخيانة الأول؟ مصرة أني يعني أنا يعني إيه ما أنت مش عايز تنفي طب عامل لك إيه؟ أنا ما بدي ما بدي ما بدي أهجم عليها بس ما بدي كذبها ظلمت أصالة وخدت منها كل مجوهراتها وحاجاتها الشخصية اللي ورجعت كانت لياهم. رجعتهم؟ رجعتهم قبل ما نطلق قبل ما طلقها يعني مؤكد؟ أقسم بالله ما اللي انا عارفاه انك انت خدت كل حاجه منها وانك انت رجعت خيرتها رحت على البيت وحماتي طردتني من البيت وما بدها اياني فوت على البيت قلت لها انا جاي بس رجع المجوهرات لبنتك لاني حاسس بمطرح حتى لو بدنا نترك بعض هدول لبنتي بالنهايه فمو من حقي انا اخذهم رجعت لها المجوهرات غيرت موقفك يوم الخناقة ما بينك وبينها بالليل خليتها تخرج بالولاد من غير ولا حاجة من البيت في دبي اللي كنت مستأجرينه مش كده؟ أولاً الولاد كانوا بسويسرا بمدرسة داخلي وكنت نازل أنا وياها نصور مع طارق العريان بعد الخناقة سافرت شام لسويسرا وراح خالد لا عند لا 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 سوري لا 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 سوري وصلناهم على المطار بإيدنا أنا وأصالة كيف؟ كيف سافروا بعد طلاق؟ كيف؟ أنا معلوماتي بتقول كده غلطانة بنتي شوفي بتلتعش ستة أصالة تركت البيت أنت تركت البيت هي اللي تركت البيت وفي شهود دقت لأخوها وإجا أخدها وأنا عم بقلها ودق لها وأبعت لها مسجات أصالة أنا انظلمت معك بهالموقف الموقف ما ممكن ما بتخيلي أنا بمطعم مع رفقاتك مع أصحابك أنتي وانتي عارفاني انا كوني ما رديت انا بمطعم موسيقى عالي كوني ما رديت عليها هي الخيانه هي الخيانه اني ما رديت على مرتي على التليفون اه بس معلوماتي اللي عندي انك انت كنت مع واحده اجنبيه ما كنتش مع واحده من صحاب اصاله عربيه واحده اجنبيه مجوزه تشتغل بجراند حياه وجوزها مدير المطعم الايطالي بجراند حياه واحنا كنا ساكنين بجراند حياه فانا كل الستاف يلي بيشتغل بجراند حياه بيحبوا ابني وبيحبوا اولادي وبيسالوني عنه وصرنا عيله لاني ساكنين هنيك فشفت قاعده ناطره جوزها لحتى يخلص الشيف تبعه ويكفوا على البيت كانت الساعه 1:30 وكل المطاعم وكل البارات بدبي بتقفل الساعه 3 وهذا شيء مؤكد ومعروف فأنا طلعت من جراند حياة 1:15 دقوا لي أصحابي اللي هن مثل ما قلت لك أصحاب أصالة المشتركين إحنا قاعدين بمحل الفلاني تعالت لها أصالة مع السيارة كانت قلت لها خلصي عشاكي وبتجي على المحل الفلاني بتاخديني ونطلع بكفي على البيت رحت قاعد معهم شفت هي الأجنبية يلي عم تقولي عليها قلت لها تفضليها have drink with us until your husband come وين الخيانة قاعدة معنا ناطرة جوزة عزمتها عندي مشان ما تقعد لوحدها واحدة بعرفها من الأوتيل بس انت كنت حسب ما قرأت بتقول ان أصالة كانت بتتحجج او بتتلكك بتحاول تدور لك على حجة لنية مبيتة في قلبها من زمان ان هي تطلب الطلاق بس من الكلام اللي انا عرفته يعني ان كانت علاقتكم كويسة اليوم ده كمان بالذات والايام اللي قبليها ما كانش في خناقات ما كانش في اي حاجة أبداً. فاللي هتبقى مبيتة نية ابدا اللي هتبقى ناوية على كده ليه هتبقى لطيفة قوي مع جوزها اخوها
أخوها نفسه يوميها ورفيقتها وصاحبتها يلي اتصلت فيها بالليل وجابتها لتشاهدهم لما سمعوا الموقف ولما حكيت لهم القصة من يعني الطرفين سمعوها قالوا لي ردة فعلها أكبر كتير من الموقف. ما أنا قلت لك القشة التي قسمت ظهر البعير، كنت بتضرب أصالة، كنت بتهينها. مضربها رجعنا لضربها كنت بتضربها. فنانة بحجم أصالة تضرب؟ فنانة بحجم أصالة تستحمل 15 سنة ضرب؟ دلوقتي صحيت؟ ليه ما طلبت الطلاق من بعد أول سنة؟ ما يلي بيضرب ده سادي وده طبع بيبقى فيه. وعم تخليني أحكي مصري؟ ما بعرف يعني عم تخليني أحكي مصري لخليكي تفهميني، عرفتي كيف؟ بس ضربت أصالة قبل كده؟ ضربتها؟ أعطيني رجل بالعالم العربي أو بالعالم الغربي أو بالعالم الآخر ما بينفعل مرة عمرته ما بيكب كباية على الأرض ما بيدفش طاولة ما بيدفشها ما بي... أكيد ما بيديهاش كف كفين طلود. ممكن لما بتغلط المرأة على زوجها ما بلومه أنا إذا ضربها كف لتسكت مثلا. ضربتها قبل كده وهنتها وخنتها، كنت مستني منها إيه في الآخر؟ إنها تفضل خضعة وسكتة وموافقة على كل الذل والبهدلة دي؟ مصرة وحترجعي لموضوع ضربتها وخنتها وأهنتها. قلتي إيه كمان؟ زلتها. وزلتها في حاجة تانية؟ سرقتها؟ خدت كل حاجة. قتلت أبوها؟ خدت كل حاجتها. سرقت ميراثها؟ خدت كل حاجتها ولا لا؟ انت قلت ان كان في حساب مشترك ما بينك وما بينها قسمته بالنص. انا قلت انا قلت كده في احدى حواراتك يعني. لا انا قلت كان في حساب مشترك بيني وبينها في البنك. في حساب مشترك ونصه كان ليك ونصه ليها صح؟ المفروض هي خدت منه كام؟ 4000 دولار. لما راحت تسحب فلوسها لقت معها 4000 دولار. نعم. نعم. مين قال لك الكلام ده؟ مصادر جدا قريبة من أصالة. يا سلم. مقربة جدا من أصالة. سألتي مامتها بقى. يعني هتكوني سألتي مين؟ حقيقة. مين هيقول لك كده؟ حقيقي ولا مش حقيقي؟ كده. والدة أصالة أنا ما شفتهاش إلى الآن، أتمنى إن أنا أشوفها، بس ما شفتهاش. عموما بتمنى لها طولة العمر والصحة وما انكرش انها ست تربي ولادي وربت ولادي وكلها فضل علينا بفترة من الفترات عشان كنا نسيب ولادي عندها لما نسافر. ما انكرش يعني ابدا فضل علينا وبتمنى لها الصحة. يعني ما ردتش على سؤال. قلت لك الكلام هذا ما له صح ومصرة أني دافع عن نفسي أو عم تخليني عم تستفزيني لدافع عن نفسي وبالله شعور عم بهجم عليها والمو من حقي أنا هلأ أهجم عليها. وفاء البنت صارت عزمة رجل في مجلة كلام الناس. أجرت معك الصحفية نادين صبرة انترفيو فبتقولك أصالة متزوجة قبلك. قلت لها لا أعرف. هي أصالة كانت متجوزة قبلك؟ الست مجوزة. أصالة كانت متجوزة قبلك؟ ما فيهاش حاجة. الزواج وعيب هو حرام؟ لا كانت مخطوبة. كانت مخطوبة يعني ما كانتش متجوزة قبلك. بس لأن لفتني طريقة الإجابة وكأنك الزوج رقم 2 مثلا في حياتها أو مش رقم 1. أنا زوج رقم 1 كامل بمعنى الكلمة وأول وآخر حب حكون بحياتها. ولا هي اللي أول وآخر حب في حياتها؟ أنا حكون بحياتها صدقيني صدقيني. أنا ممكن أحب بكرة ممكن أحب اليوم وممكن بكل بساطة أكون حابب أوريدي. الثقة دي جايبها منين؟ ما عم قلك أنا قصة كبيرة من الأول ما عم تصدقيني. واللي بتحبك وما تقدرش على ظلمك تسيبك
شوفي وتتجوز وتفضل لسه بتحبها؟ خبري خبرية خبري خبرية، ما حدا عرفني إلا ما حبني. من الآخر قولي عني مغرور، قولي عني شايف نفسي، قولي عني قصة كبيرة، قولي اللي بتقولي. من الجنس اللطيف عم بحكي تحديدا، ومن النساء تحديدا، لأني أجيد جيدا التعامل مع المرأة. ولم تجد التعامل مع أصالة؟ لا، كنت أعملها بشكل ممتاز كتير. كنت أعمل لأصالة أنا شوفي، وأتحدى زوج بيعمل هيك، كنت أعمل لها شوفير يعني سواق، كنت أعمل لها بودي جارد من غير كنت أعمل لها مدير أعمال شغلتك جوزها، كنت أعمل لها منتج، كنت جوزها. أعمل لها زوج وأعمل لا أنا ما كنت مضطر أني أنا أنزل معها شوبينج وشيل عنها كياس وروح أقعد معها أيام وليالي بالمستشفيات وبالقصاصات، ما كنت مضطر. في كتير زواج ما بيعملوا هيك. وهي كانت وما كنت مضطر، أنا بصراحة بقلك ما كنت مضطر بنوب دائما أخذ سواد الوش وأنا أكون ببوز المدفع. أنا في كتير ناس كانت ما تحبني، كتير كانت ناس تأخذ فكرة عني غلط، بعدين اكتشفوا العكس لما عرفوني واحتكوا معي. وهي كانت لك إيه؟ هي كانت لك إيه؟ أنت كنت ليها كذا وكذا وكذا، هي كانت ليك إيه؟ أم ولادي ومرتي وحبيبتي وكل شيء كانت طبعا. أكيد ما بنكر، ما تنسي أنا عم بحكي كإنسانة 15 سنة كانت زوجتي. اسمح لي في الكلمة، مش كانت شغلك برضو؟ أكيد بدون أدنى شك، بس ما تنسي أنه إحنا أنا وياها كان بيتنا شغلنا وشغلنا بيتنا. انتبهي. فأنا بعرف تماما مثل ما ميز بين المعجب وبين الصحفي وبين اللي بده يتمنظر ويغلس عليها كفنانة، بعرف ميز تماما بين الفنانة هاي اللي أنا عم بشتغل معها كمطربة وبين أنها هي زوجتي. قدمت لك أكتر مما أنت قدمت لها؟ قدمت لي إيه؟ بسألك شو يعني، نحكي بمادة ولا نحكي بمعنويات؟ ليك أنت أنك تحدد، ليك الحرية. لا بتصور أنا قدمت لها أكتر بكتير. ضد ومع؟ ضد أو مع قانون الخلع؟ ضد. ضد أو مع فتوى المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله بحق المرأة بالرد على العنف الجسدي من قبل زوجها بالعنف؟ الكلام ده بس علشان ما حدش يقول جابته منين، نشر في جريدة الأنوار بتاريخ 28 تشرين سنة 2007، جاء فيه أن نعتبر أنه إذا مارس الرجل العنف الجسدي ضد المرأة ولم تستطع الدفاع عن نفسها إلا بأن تبادله بعنف مثل فيجوز لها ذلك من باب الدفاع عن النفس. يروحوا على حلبة مصارعة أو يتصارعوا بقى بالمرة، والأقوى واللي بيغلب هو اللي بينتصر. شو هالحكي؟ يعني ضد؟ ضد أكيد طبعا، ضد العنف أساسا. أنا انتبهي، أنا ضد الرجل إنه يلمس مرأة بسوء مهما كانت. بس أنت كنت بتضربها، ما انت اعترفت، قلت لي مرتين لو واحد اتعصب على مراته وادالها كفين. اتعصب ازاي يعني؟ جابت له كوبايه شاي من غير سكر قام ضربها، هذا اللي قصده يعني؟ اكيد لا، اكيد لما وصلت لمرحله انا وضربتها اكيد كان في قصه كبيره. بس ضربتها. كم؟ ضد أو مع حق الممثلات المعتزلات والمحجبات المطالبة بسحب أفلامهم من القديمة طبعا من الأسواق بالنيجاتيف كمان؟ ضد طبعا. ضد أنهم يسحبوا؟ شفت أنت ضدي لغاية دلوقتي. ضد أو مع امتلاك الأطفال دون سن 16 سنة هواتف خلوية؟ ضد. ضد. ابتدينا بأربعة سود. يعني شو يعني؟ يعني أنا بقول الموضوع نسبي دايما، مش كل الأسود أسود عند الناس ومش كل الأبيض أبيض عند الناس. إلى الآن الأسود بيعني لي على الأقل إنك شخصية ضدية. ضدية؟ نعم. يعني عدائي؟ لا مش بالضرورة، يعني عكس السائد. ضد التيار. ضد التيار؟ ما احنا ضد التيار أساسا. ضد التيار. بعد انفصال أيمن الذهبي عن أصالة، أيمن بقى كازانوفا
مين هي الست اللي هتكون زوجة أيمن الذهبي التانية؟ هل هي سارة الهاني ولا شذا حسون ولا شهد برمدة ولا أصيل؟ بعد الفاصل هنتعرف على الزوجة التانية لأيمن الذهبي. تفضل. إن بعد انفصالك بنسمع كتير إن أيمن الذهبي بقى كازانوفا. لا مش كازانوفا يعني، بس يعني إحنا يعني بنشتغل بوسط الحقيقة مسلط عليه الأضواء، وسط متعب، فبتطلع قصص كتير يعني. بس مؤخرا أنا من 4 سنين، مش من 2، يعني من قبل طلاقي بسنتين ركبت رينج ونحفت تقريبا 50 كيلو. وبعد 2 طبيعي، لأنه بده فترة الرينج ليأخذ وقته، يعني بجمع أن يكون من 4 سنين تقريبا أو 4 سنين ونص نحفت 95 كيلو. فآخر 2 بانوا علي أكثر شيء. 95 كيلو؟ ده أنت المفروض يعني، وعملت مخاري كمان، لأنه نحفت 95 كيلو بس مخاري بقي 4 كيلو لوحده. فما نزل، فاضطريت عملت له عملية صغرته شوي ليتناسب مع وشي. من أجل؟ بدي يستمر، بدي أعيش، بدي أكمل حياتي. من أجل نفسي، صحتي، شكلي، لبسي، كل شيء. مغامرات أيمن الذهبي والشائعات اللي حوالين ارتباطك بفنانات وبأصوات جديدة كتيرة كانت، إيه حكاية قلبك مش بيدق غير للمطربات ولا إيه؟ ليش في مطربة طلع علي إشاعة عليها؟ طبعاً. مين؟ أنت عارف جايينك أنا دلوقتي، بس أنت قلبك مين؟ إيه قوليلي، قوليلي، قوليلي مين؟ بص، قوليلي مين؟ يا عين شو طلع بالي بالليل غازل هالنجمات، واتنين ضوي كل حالي، واتنين لا أحلى النظر. أصوات جميلة يعني، سمعنا عمري لأصيل وكرهني فيك لسارة الهاني وروح لقنبلة الموسم أنا مسميها لشذا حسون. شائعات الارتباط أكيد في منها اللي تنقل من حيز الشائعة إلى الحقيقة. مع مين قولي من المطربات الحكاية ما كانتش شائعة وكانت رايحة في طريق الحقيقة؟ مع سارة ولا شهد ولا شذا ولا أصيل؟ يعني انت عم تحكيني وكانك مقرره وخالصه، يعني عارفاني القصه كلها. طب خلص ليه عم سليم؟ انا بسالك، انا بقول لك مع مين قول لي. يعني في، مشان هيك عم تقولي، انا هذا قصدي. ما كانش فيه. انا بالنسبه لي حنبتدي بسارة الهاني، بعتز بصداقتها بالدرجه الاولى، انساني دخلت بيتها، عرفت اهلها، اكلت عندهم، شربت عندهم، فبحترمهم جدا، بنت بيت، بنت عيله، صوتها رائع، صوتها حلو. كان في، اتفقنا ومضينا كونترا مع بعض، وانت اشتغلنا من سمعتي الألبوم الأخير آخر قرار، اللي هو الألحان اللي هي من ألحان الأستاذ الكبير سمير صفير. وشهد نفس الموضوع، اشتغلت معه فترة بدون بس ما نمضي، وبعدين اشتغل، تركنا ورجعنا اشتغلنا مع بعض، وهيك ما في إلا علاقة عمل بيني وبينه، ولا يمكن تزيد أو تنقص. أصيل بتربطني علاقة طيبة بأهلها، وتعرفت عليها بالألبوم، وحتى على المستوى الفني أصيل ماضية مع راشد الماجد. وأصيل الحقيقة هي من اكتشاف راشد الماجد.
كانت بتبكيك لما كانت بتغني أغاني أصالة؟ أصيل بتبكيني إمتى ما غنت بسلطني. أصيل من أجمل الأصوات اللي مرقت على الساحة الفنية. انتبهي وعم بحكي كلام مسؤول عنه. أصيل مفطومة على العربة وإحساسها رائع. وبصراحة وإن شاء الله تكون عم تسمعني هلأ، بس لازم تشتغل على حالة شوي. وبنصح شذا حسون كمان طلع كلام وأكيد وصلك إنه هناك علاقة بتربط شذا حسون بأيمن وممكن تثمر لزواج. هلأ أنا شوفي يعني أنا وضعي صعب، كل بحكم أني عزابي وبالوسط وهيدا، فأي فنانة بقعد معها بده يطلع كلام. أنا شذا صح تعرفت عليها وقت كنا بنعمل بروجرام الألبوم، نازلين بنفس الأوتيل، كنا إنسانة رائعة وحساسة كتير، كنا نقعد نتشاور وحكيت أكتر من مطرح وأكتر من مرة بهالحكي حايده وأقده، كان تاخد رأيي بقصص كتير بأغاني كتير، حتى القنبلة الأخيرة يلي روحي اللي قلتي لي عنها أنه قنبلة الحقيقة، رغم أنه الكليب هي مش راضية عنه كانت كتير، أو كانت متفاجئة بالكليب، مش متخيلة أنه يطلع بهالشكل يعني الحقيقة، يعني لأنه طلع عليه شوية انتقادات. ولكن ما زنبه وبحترمها جدا وبحترم صوتها. علاقة صداقة مش أكثر. صداقة جدا. اتجوزت غادة شبير أثناء اشتراككم في برنامج ألبوم؟ اتجوزت غادة شبير؟ ما خلفتش منها كمان؟ بسألك انت قل. أولا غادة شبير صديقة عزيزة علي جدا، وبيشرفني إذا تزوجتها أو إذا قبلت فيني. أنا مين لحتى تقبل فيني غادة شبير؟ طلع علينا قصة، حكيت لها شعر مرة، غنت لي مرة وقت كنا عم نعمل البروجرام الألبوم، في صداقة بيني وبينها عميقة جدا، بس ما تجوزت أطلاقا. أنت مؤمن أن أي إشاعة بيبقى ليها مستند أو شيء بيقولوا ما فيش يعني دخان من غير نار، على أي أساس استندوا اللي أطلقوا هذه الشائعة اللي أنا متأكدة أنها وصلت لك قبل ما أقولها لك؟ صح، ما في شك. على أساس أنه حكيت لها شعر مرة، غنت لي مرة يعني، وإحنا هي بتعمل صف، أنا بالوقت اللي بعمل فيه صفي مع المشتركين، فكنا نجتمع كتير، مش وقت البرايم بيطلع، لا حتى وقت الصفوف يعني، أثناء يعني الأسبوع كله كنا نشوف بعض يعني بشكل يومي تقريبا يعني. وعزمتني على حفلتها مرة، عملة كانت كونسيرت بالكاسليك يعني كان. الموضوع صداقة مش أكتر. أكيد، بس انتبهي غادة شبير من أهم الأصوات وأستاذة كبيرة. ما في شك. حبيبي نفسي تفهمني، إنت قاسة تجنني، غيابك طار ولا مرسال، في ليل البعض طمني، في ليل البعض طمني، جمالك حبي مو معقول. ما عرفتش الصوت؟ مين؟ أمل حجازي. أيوه عرفت الصوت يعني؟ طبعا، بس ايه دخلها بالموضوع؟ حبيت امل حجازي وكنت حترتبط بيها؟ انا بموت فيها الامل. اعتراف يعني؟ انا بموت بامل حجازي. حبيتها غرام وكنت حترتبط لا. بيها زواج؟ لا. ايه سبب ظهور هذه الشائعة؟ سافرنا مع بعض على استراليا مرة، حضرت لها كم حفلة، ألبومها الأخير نزل مع روتانا، كنت حاضر مع شربل أنا وهي، كنا نسمعه مع بعض بأستراليا، وكنا كذا تصورنا بكذا مطرح، كنا موجودين أو متواجدين بكذا مطرح يعني مع بعض، وصورونا كتير ناس. هذا الكلام مش مغرومين ببعض، من حب بعض، تسأل عني وبسأل عنها. أمل حجازي على فكرة اللي ما بيعرفها بجهلة، أمل حجازي من أرق الفنانات اللي شفتهم بحياتي. أمل حجازي أسهل إنساني ممكن تبكيه أنت. ما بتخيلي قديش حساسة وقديش رقيقة. بعد انفصال أمل فنيا عن شاربل دومت وما بقاش هو مدير أعمالها، اتصلت بيها وحاولت أنك أنت تمسك لها إدارة أعمالها؟ أبدا. بس أنت نفسك؟ ولا ممكن أعملها. بتمنى. بتتمنى. بتمنى. بس ما بعملها. لأنك شايف؟ لا، أنا آكل عيش وملح مع شربل.
بس انت بتقول ان امل ممكن لو انت كنت مدير اعمالها تاخدها لحتة تانية غير اللي هي فيها دلوقتي. ده صح. هي لو بدها بتحكيني بكل بساطة، ما في شيء بيمنعها. السيدة هلا بازار باشي، اسمها صح كده، ارتبطت بيها بعد جواز أصالة بأسابيع معدودة، لسه ارتباطكم قائم للآن؟ لا، الله يوفقها ويستر عليها. تزوجت بعد ما تركنا، احنا خطبنا بفترة يعني كانت ردة فعل الحقيقة، كانت خطوة سريعة جدا يعني، بس كلها فضل علي بأنه طلعتني من محنة معينة بسرعة وساعدتني يعني، بس ما صار، ما اتفقنا، ما صار نصيب وتزوجت هي. انفصلت عن سارة الهاني فنيا ليه؟ بسبب سوء تفاهم بيني وبين مديرة أعمالها عنود معليقي. نعم، أنا زي الشريك، زي الفريق، ما بحب الشريك. اختلفتوا على إيه؟ أكتير قصص. أنا شوفي وفاء، أنا لما بفشل بحب كون أنا مسؤول عن فشلي، بس لما بنجح بحب ينتسب لي نجاحي، مو أنا أشتغل وإنجح وينتسب النجاح لغيري، ولما بفشل بكون مسؤول عن فشلي، وبحب يعني سفيني قبطان واحد بديرة، أما كل حدا رأي وكل واحد قصة، تعبت، عرفتي كيف؟ فتعبت يعني، فتنازلت لها عن كل شيء، عن كل شيء، عن كل شيء. انتبه، ما خدتش حاجة أبدا، هدول اعتبرتهم هدية لسارة. يقال هناك بعض من يصطاد في المية العكرة وبيقول إنك بتتاجر في وسط الزحمة بإنك صانع أصالة، وبقيت بتعمل علاقات مع الأصوات الجديدة على حس المتاجرة دي، بصوا أصالة كانت إيه وبقت إيه ووصلتها لإيه، فأنا أقدر إن أنا أعمل أصالة تانية وتالتة ورابعة وخمسة وأحسن منها كمان. أكيد بقدر، أكيد بقدر، المؤكد إنه بقدر. اي منتج، ما عم اقول لك انا قصه كبيره، وفي منا انا اللي مثلي في خمسه منا بالوطن العربي، مو اكثر من خمسه صناع النجوم. اكيد خليني اعددهم واسالك عن رايك في كل اسم من اللي انا هقوله دلوقتي، بس بدون تسلسل يعني. لا يعني عدديهم بشكل عشوائيا. تمام، اكيد عشوائيا. سيمون اسمر طبعا بدون ادنى شك، ايه واحد منهم. اللي فيه مش فيك ايه؟ اللي فيه مش فيني؟ يعني بتصور فرق العمر بس، هذا اللي بيننا، وفيه فرق الخبرة أكيد، بالتالي يعني لازم يكون أكيد عنده خبرة أكتر مني، وأكيد يبقى فرق الخبرة تماما. جيجي لامارا أستاذ كبير فهيم، وبحترمه جدا برضو. قول لي اللي فيه مش فيك. يلي فيه هو مش فيني؟ مع نانسي. نصر محروس أستاذ كبير وفهيم، ونصر بيمتاز بأنه مش بس منتج أو مدير أعمال، وإنما فنان كمان بالفطرة، مثل ما حكيت من شوي أنه لازم المنتج يكون فنان بالفطرة، مش بالضروري يعزف آلة أو يغني، لا، بس لازم يكون عنده الحس الفني، لأنه ما في فنان مطرب، عم بحكي، أو مطربة بيعرفوا يختاروا، ما في مطرب بيعرف يختار، دائما بده يرضي غرور صوته. أصالة ما كانتش بتختار هي؟ مش ابدا. انا 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 والاستاذ محمد سلطان شاهد على اغنيه سمحتك، لحن الاستاذ السلطان بلحنين، كان واحد نهوان واحد سيكا اللي نزل هلا السيكا. أصالة كان بدها الثانيه اللي ما نزل، اصريت، والحقيقه كان مأيدني برايي، واصريت على السيكا هيدا، وشوفي شو عمل. علي قرا، وصلت للطلاق أنا وياها بسبب علي قرا، أخذت نازل من الأستاذ حلمي بكر، وسجلتها مع يحيى الموجي، ووزعتها عند هاني مهنا، وركبت كل شيء خالصة، وفرضت عليها بالزور، وما بدها تقولها، كانت ما بدها تغنيها، وشوفي شو عملت علي قرا. يعني أنت كنت مستبد حتى في شغلها، كنت بتفرض عليها هي. يا ماما أنا مش مستبد، مش موضوع مستفد. اليوم أنت ابنك ماسك شايفتيه عم يروح على النار، لا يا بابا ما تقرب، هي بتحرق حالك، لا بتحرق حالك، بالأخير بدك تاخدي، بدك تكوني متطرفة. في مطارح بدك تكوني متطرفة وصاحبة قرار. لازم جون صليبة
بحترمه صاحبي وصديقي يعني. يتحط في خانة صناع النجوم؟ ما فيك تقارني سيمو أسمر بجان صليبة. سؤالي، يتحط في خانة صناع النجوم؟ بمطارح طبعاً، بمطارح أكيد، فهمان بالشغلة يعني، عنده رؤية أكيد. محسن جابر أستاذ كبير، صانع نجوم؟ أكيد بدون أدنى شك، ده عمنا بيقولوا بالمصري، عمنا بعد وبأكد على كلمة بعد، الله يرحمه الأستاذ مجدي العمروسي اللي كان شريك عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ في صوت الفن، والحقيقة أنه كان وشه خير علي وبدايتي كانت معه. بدايتك كمنتج؟ نعم. اللي علمني أنا القصة اثنين، الشيخ سيد مكاوي ومجدي العمروسي واصحابين فضل علي وعلى أصالة بقى، وهي أول مرة بحكيها على الهواء، لأنه عمر أصالة ما حكتها، لأنه عمره ما أنصفتهم، ما بعرف ليه، لو بتنسى أحياناً. أنا بازر الفنان لما بيكون على الهواء أكيد يعني بيكون ملبك وبينسى كتير قصص. سهيل العبدول أكيد طبعاً، أستاذ كبير. سالم الهندي، أوف هيدي القصة الكبيرة. مش أنت يعني؟ بمطارح بس هو بمطارح قصة كبيرة كتير. إيه، بأي مطارح؟ أولاً سالم الهندي صاحب فضل بأنه أصالة بقيت بروتانا الفترة الماضية كلها، كان هو من الأسباب يعني، غير أنا يعني، لأنه أنا دائما الكونتاكت بيني وبين روتانا عن طريق سالم الهندي، وأنا بعرف سالم الهندي من زمان يعني، بتربطني معه علاقة قديمة كتير يعني. إزاي لي فضل أن أصالة بقيت الفترة بعد انفصالكم يعني؟ لا قبل، لا قبل. ما أنا كونترا روتانا مضينا قبل انفصالنا. صحيح، كنت أنت الراعي. تماما. فبفضله هو أصالة صارت يعني مش الكونترا، لأنه كانت أصالة رافضة أشياء معينة، أنا كنت أقنعها في بالعكس لنمشي الحال، وسالم الحقيقة إجا على البيت لعنا وأقنعها بقصص كتير وعمل مجهود لحتى. طالما أنك أنت كنت الراعي لتوقيع العقد ما بين شركة روتانا وأصالة، شايف إيه القدام أصالة مع روتانا؟ حيبقى الوضع عامل كيف ازاي؟ كيف راعي توقيع العقد يعني؟ يعني كنت انت في الوقت ده يعني جوزها ومدير اعمالها، وانت اللي بتتفاوض باسمها، وانت اللي مضيتها على العقد ده، مش تماما تماما. ودلوقتي خلاص انت انسحبت او انفصلتم على الصعيد الاجتماعي والفني، بس لسه العقد مستمر، واكيد بتسمع دلوقتي. لا، العقد خلص، عقدها مع روتانا خلص، وسمعت انه روتانا رافضه، مش رافضه اصاله يعني، رافضه شروط اصاله الجديده بتجديد العقد. سمعت كده، وانا برايي هي الخسران لو جددت العقد زي ما كان القديم، حتى لو اقل المكسب معاها. شركه نينار هي ساحة معركة جديدة بتدخلها أيمن مع الملحن سمير صفير. سمير جابته شركة نينار مستشار فني ليها، وحضرتك جابتك تستلم إدارة فنانين الشركة. كان من فنانين الشركة شاهد برمدة، هادي أسود، مريم عطلة، هم الثلاثة دول بس. طب منين جبتي هالمعلومات انت كلها؟ جبتها، لكن اللي حصل شد وجذب ما بينك وما بين سمير صفير ان كل واحد عايز يمشي كلمته على التاني. خلص الموضوع انك انت مشيت من الشركة خالص، يعني ما مشيتش كلمتك على حد، واخدت معاك مريم عطلة تنتج لها اغاني من حسابك الخاص. حاولت تمشي كلمتك على فنان متخصص، اسمح لي في الكلمة، بصفته انه هو ملحن وفاهم موسيقى، يفترض رأي مين اللي يمشي؟ رأي يعني المتخصص في إدارة الأعمال ولا المتخصص في الإدارة الفنية؟ شوفي، أنا أستاذ سمير بحترمه جدا، وبحترم زوجته، وبحترم العيش والملح اللي بيناتنا. أنا علاقتي بالأستاذ سمير صفير مش وليدة شهر ولا اتنين، احنا عشرة عمر وتعاملنا مع بعض من زمان كتير، وعمل من أيام أعطف حبيبي. تماما.
فما في أي خلاف. يعني أنا الخلاف في الود لا يفسد قضية، يعني عارف المثل اللي بيقول لك إنه هذا. أنا دخلت على الشركة صار في خلافات وجهات النظر، وفضلت إني يعني إنه يعني لقيت أفضلهم للفنانين إنه يكونوا بدوني، لقيت هالشيء أفضل لهم ولمصلحتهم. أنت اللي انسحبت ولا الشركة هي اللي استغنت عنك؟ أنا اللي انسحبت. في علاقة ود ما بينك وما بين الملحن سمير صفير حاليا؟ أكيد جدا، وما ممكن تنقطع أبدا، ولازم وحيكون في تعاون بيني وبينه عن قريب، يعني ما في مشكلة أبدا أبدا، ما في مشكلة. إيش معنى ميريام اللي انسحبت معاك؟ ميريام ما كانت ماضية، يعني أنا في شخص من الإدارة هو اللي بعت لي إياها، يعني أنا ما كنت بعرفها لميريام قبل الحقيقة، يعني حقول. فكان في مشروع إنه تدخل للشركة لما دخلت الشركة، فأنا الشخص اللي مسؤول عن الإدارة بالشركة قبل ما أنا يعني هو كلمني وقال لي في فنانة ميريام عطلة حتحكي معك، اسمع صوتها وشوف إذا فينا نعمل لها شيء. وسمعتها وأساس كان في مشروع تدخل قبل ما أنا أدخل، بس هي ميريام قالت لي إذا أنت أوت أنا ما حأدخل، يعني عرفتي كيف؟ فما دخلت بالشركة، وإلى الآن أنا على فكرة ما مضيت مع ميريام على لعلمك، يعني إلى الآن هاللحظة بلشنا. ندمت ميريام عطلة ولا لا؟ ندمت إنها مشيت معاك ولا لا طالما إنك إلى الآن ما مضيتش معاها؟ لا ما ندمت، إحنا حنمضي إن شاء الله. أنا بلشت شغل لألا، وهلا بسمعك إذا بدك، يعني عمل لألا بلشنا يعني تحضير وبلشنا إنتاج، ولكن هي اللي ما هذا الشيء بعد. بس ما في أي مشكلة مع سمير ولا مع الإدارة ولا حتى مع الشركة، انتبهي أنا علاقتي كتير كويسة مع الشركة ما زالت وحتبقى بإذن الله، وعلاقتي مع سمير كويسة وما زالت وحتبقى بإذن الله. لا 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 تمتقع لا لا هي كلمة عشنا إني لا أشعر أنني أحب قبل كلمات الشعر الكبير الراحل نزار قباني. ساعة تقول سارة الهاني هتغنيها، ساعة نسمع فلة غنتها، ساعة تتوقف الأغنية وما تنتشرش بصوت فلة. دلوقتي بسمع أن مريم عطلة هتحط صوتها عليها. حبلة إيه حكايتها بالضبط؟ والله أنت مستفزة وحياة ربي وحياة ربي، أنا بعرفك مستفزة بس مو لهالدرجة. يا مامي الأغنية مثل الصبية معرضة لتتعرف على واحد واثنين وثلاثة، لتلاقي واحد يركب على راسها لتتجوزه، أو ما ركبتش على راس فلة واتجوزتها؟ لا ما صار نصيب، اتطلقوا بعد ما كانت حبلة بالولد، يعني بالأغنية. أنا الأغنية كنت قاعد 5:30 الصبح قررت بدي أعمل سكوب. حضرتك بدك سكوب لبرنامجك من حقك، صحفي بده سكوب لمجلته من حقه، أنا كمنتج بدي سكوب، بدي أغنية واو، ما بدي شيء لنزار مثل مدرسة الحب وعلمني حبك سيء واو واو إلى آخره، لا بدي سكوب يعني شيء غريب. عم بطلع بالديوان 5:30 الصبح، مرقت على حبلة، اتصلت بست نضال قلت لها شو رأيك؟ قالت لي فظيع منين نكشتها؟ قلت لها هيك، قالت لي مين حيلحنها؟ مين حيقولها؟ قلت لها أنا برشح لها الأستاذ الموسيقار صلاح شرنوبي، وحتقولها سارة وسكوب حيكون. وفعلا طرت على مصر، الأستاذ صلاح كان صدمة كبيرة بالنسبة له أنه أعطيه هيك قصيدة، ما توقع أنه واحدة حتقلك لا تمتقع، هي بتعرفي شو يعني الامتقاع؟ شو؟ وش يسود وشه ايوه هو الحاله اللي بيصفر مش يسود، ولو على اللبناني وشاني لا تنطق مش يسود يصفر ويخضر يعني يتخطف لونك من الخضر. قال لي مين حتقول لا تنطق؟ مين حتقول حبلة اساسا؟ قلت له صوت بتعرفه وبتحبه كتير وحكي عنه. قال لي مين؟ قلت له ساره الهاني. ساره خافت؟ قال لي واو.
الشرنوبي. نعم. سارة لحن الأستاذ صلاح مثل يعني الأغنية كانت رائعة، وزعها اثنين حقيقة، وزعوا يحيى الموجي و وعلى ما أذكر والله كان يحيى الموجي وعمر عبد العزيز أظن. وتعي يا سارة غني، بطلت تغني لك يا سارة، هي هد الألبوم تبعك. لا خايفة ومش خايفة، وأنا بنت ضيعة وبنت بيت، والله بيقبروني أهلي إذا بقول أنا طالع على الناس، أطلع أقول لهم حب. لا قلت له أنا يا سارة، قلت لها أنا بدي سكوب بالنهاية، هاي الأغنية حتكون جواز سفرك، وأنا مصر أي صوت حيقول هالأغنية حيكون جواز سفره. وخافت سارة وامتنعت. قلت لها تماماً، قلت لها فلة بقى. نو قبل ما أوصل لفلة بس لقلك، قلت لها يا سارة أنت لما بتشتغلي مع فيروز بتحتمي في فيروز، لما بتشتغلي مع نزار بتحتمي بنزار، لما بتشتغلي مع صلاح أنت عم تشتغلي مع نزار أباني ومع صلاح شرنوبي، فهنن اللي عاملين، إذا بده يصير في شيء على الحكي هذا ما زبطت. ما رضيت، ما اقتنعت بالحكي. إجت فلة مساحات صوتية، أنا موسيقى عندي جاهزة، فعندها مساحات صوتية فلة يعني مهمة كتير. أكيد. جربتها وغنتها وصورت لها إياها وعلى أساس أنه تغنيها، وما صار مجال وما صار نصيب، صار صدفاهم مع ورثة نزار أباني الله يرحمه، حول الأغنية وحول مصير الأغنية وحول الصوت اللي بده يقول الأغنية. ورغم أني صورتها لفلة أنا، ورغم أنه كانت مناسبة على صوت فلة، عجبتك فلة فأدأها ليها يعني صوتاً إيه، بس الأغنية أغنية كليب مش أغنية تسمعيها بس، هي أغنية مشاهدة، فالكاركتير لازم يكون غير يعني غير فلة، يعني كان كاركتير رولا سعد بيركب، ورولا سعد ركبت صوتها عليها كمان على فكرة، نسيتيها حضرتك. لا كنت جاية لك فيها دلوقتي. كاركتير رولا سعد بيركب كتير على البنت اللي انخدعت واللي انظلمت، صوت فلة كان بيركب على، يعني كنت عايش شكل رولا وصوت فلة تماما، وشكل وصوت سارة مع بعض. وطالما انك كنت عارف انك انت عايز صوت فلة مع شكل رولا، ليه خليت رولا تغنيها؟ ما هذا اللي قلت لك يا من شوي، الأغنية مثل الصبية بتتعرف كل يوم. ودلوقتي مريم عطلة عملت لها ديمو؟ تقريبا عم نفكر فيها، بس محا تكون هالأغنية لأي صوت حاليا. الأغنية هيدي مثل ما صرح الأستاذ صلاح بأحد هذا ملكي لألي، ما حتكون لأي صوت إلا بموافقة الأستاذ صلاح وبموافقة ورثة الأستاذ نزار وبموافقة المطرب على تصويرها بالدرجة الأولى، لأنه هي أغنية مصورة. كلام الناس لبي يقدم ولا يأخر، كلام الناس ملامه غير مش أطلع. عرضت على جورج وصوف إدارة وإنتاج أعماله ورفض، ليه؟ لا مش رفض. مين قالك رفض؟ وصلني إن هو رفض إنك أنت تنتج له أعماله تكون بالعكس المنتج. هو أساساً هو بيسلم ماستر جورج، يعني أولاً أول شيء بوجه له تحية كبيرة كتير، أنا بموت عليه وبحبه كتير وصاحبي وصديقي، يمكن تعرفي هالشيء. جورج الحكي اللي صار إنه يسلمني ماستر، هو بيعمل الأغاني وبيختار اختياراته تكون وإلى آخره، وأنا بستلم ماستر منه وبستلم مانجمنت. قال لي كلمة حلوة كتير، قال لي أيمن لأني بحبك ما بدي أخسرك، قال لي أنا متعب. قال لي شو بدك فين؟ قلت له أنت قصة كبيرة يا بوديع، وبيشرفني أني أنا أشتغل مع سلطان الطرق، مع إنسان سبحان الله، يعني قلت له أنا بعمل فيك بلاوي. قال لي أنا متعب. وقفت الحكاية عند كده. وهو فعلا متعب، يعني أنا اليوم كنت يجيب لي حفلة، قبل بحفلة بمسلم ساعتين قال لي ما بدي غني، يخرب بيتي فيها، هاي بيخرب بيتي فيها.
دايما فوتني بالحيط. العباقرة بيكونوا مزاجيين. أكيد ده شيء أكيد. احنا تعودنا عليه. مشاركة معانا في الحلقة من الإذاعية والصحفية والكاتبة السيدة ريما صيرفي، حبت توجه لك كلمة مشكورة وتسألك سؤالين، يا ريت نشوفهم. اتفضل. مساء الخير أيمن ذهبي. للحقيقة ما عندي سؤال بقدر ما عندي مداخلة تتضمن ملاحظة ولوم إذا بتسمح. حضرتك طرحت نفسك مؤخراً على الساحة الفنية كمدير أعمال لمواهب غنائية شابة، بيناتهم سارة الهاني، شهد برمدة، هادي أسود، وحالياً عم تتعامل مع مريم عطلة. بالنسبة للأسماء الثلاثة يلي ذكرتها وكأنك فشلت معهم بهالمحاولة وتحولوا إلى شخص آخر لإدارة أعمالهم. هون في ملاحظة، هل هالفشل له علاقة بطريقة شخصيتك وطريقة تعاملك مع الآخرين يلي بلاحظ وكأنه لسانك دائما يسبق تفكيرك وبتنقصك طرق للتخطيط، كأنك تتعامل دائما مع القلب ما تتعامل مع العقل؟ هلأ شي حلو كتير هيدا، بس مش دائما طيبة القلب هي إيجابية، أحيانا إذا زادت عن حدها بتتحول إلى شيء سلبي. ديوان شعر أنت نزلته أصدرته من فترة، بنقرأ فيه شوية حب وشوية عشق وشوية شوق، وبنقرأ فيه شوية هجاء لأصالة. يعني هون قدي الواحد بيقدر مشاعره يوظفها بالشكل الإيجابي وقدي بيقدر يوظفها بالشكل السلبي. نفس الشيء مثل ما قريناك بديوان الشعر، كذلك تابعنا خطواتك بإدارة الأعمال يلي لا ترتكز إلى كتير من المنطق. نحن اليوم بعصر التخطيط، بعصر شخص يكون إداري بيعرف يجمع واحد وواحد بيساوي اثنين، وانت من النوع مثل ما لاحظت بآخر مقابلة لك بإحدى الفضائيات العربية، لسانك يسبق تفكيرك، لسانك صليط ما بتعمل حسابات لأبعد من الحدود اللي انت متوقعها، وكأنه الغسيل المتسخ بينك وبين أصالة ضمن هالزواج المقدس أطلقته على الملأ بشكل الحقيقة لا يحترم إنها كانت زوجتك لسنوات طويلة، ولا يحترم إنها هي أم لأولادك، وإنه هي أفتر أول نجمة كبيرة بحبوها أكثر من الجماهير. ملاحظتي إنك ما نجحت بمجال إدارة أعمال الفنانين، مع أنهم هني بعضهم صاعدين مش بأهمية أصالة. تاني ملاحظة، لسانك حصانك، إن صنته أكيد صانك، وإن خنته أكيد خانك. شكرا. أنا أول مرة أشوف الكلام، بس كررت الكلمة دي في الحلقة. لسانك حصانك. أوكي. بتقول لك انك فشلت. ما حرد عليها اطلاقا، يعني انا ما فهمت كلمتين على بعض من اللي قالتهم، ما فهمت شيء. الكلام واضح، اشرحه. شو السؤال؟ لا بدي السؤال. هي في اكثر من نقطه بتقول لك انك انت فشلت. ما هي دخلت فيهم كلهم بعض. فشلت مع المواهب الصاعده. نعم. اوكي، النقطه الثانيه بسبب طبعك، بتقول لك بتنقصك فرص للتخطيط. بتتعامل مع القلب مش مع العقل، دي عندها ملاحظتها، عشان كده ما بتعرفش تخطط كويس. طيب هذا الشيء، وان لسانك صليط. فبالتالي ده سبب من اسباب فشلك حسب ما هي شافتك بتقول على احدى الفضائيات قريبا. شو خص ديوان الشعر والهجاء والحب والعشق واتكلمت عن تجربه الأساس. وتكلمت عن تجربه الشعر اللي انا جايه لها كمان شويه، وبتقول لك انك انت ساهمت في نشر غسيل، اسمح لي في الكلمه، وسخ في علاقه زوجيه مقدسه، وما عملتش حساب لاولادك. مش صحيح الحكي. أولاً موضوع لساني. كل اللي بيعرفني بيعرف إنه أنا قلبي أطيب قلب العالم، واللي قلبه طيب لا يمكن يجرح. والإنسان الحساس اللي بيتعامل بالكلمة صعب كتير إنه يجرح، سهل كتير ينجرح، بس من الصعوبة إنه يجرح. فكونه عم تحكي على لساني وعم تحكي على موضوع أصالة ودمجة فوتت الخمسة بالطمسة، ف ما لي عارف على أي جزئية رد. فكونها حكيت بهي قصة يعني صار موضوع خاص بشخصيتي بقى، ما لها علاقة فيها نهائيا. أما موضوع المواهب الصاعدة، هي ما لها علاقة بلساني وما لها علاقة بالشعر ولا لها علاقة بأصالة. أنا أولا ما فشلت مع سارة الهاني، ما فشلت، فشلت العلاقة، بس ما فشلت فنيا لأني ما استمريت. وفشلت علاقتي أنا بسبب ظروف الشركة مع شهد وهادي، ولكن ما فشلت أنا معهم لأني ما استمريت. بعدين مين اللي قال له؟ مين اللي قال له أنه أنا بفتقد التخطيط؟
مين اللي قال لا؟ انا شو كنت اعمل؟ عم كنت ناطور درا مع اصاله؟ ولا كنت اقعد كش دبان بس؟ مين اللي كان عم يخطط ويعمل وعامل ارشيف كامل وعامل مثل كاني كنت لابتوب متحرك معها وين ما بكون؟ مين اللي كان عم يعمل هيك؟ لا تسمح لي، ما بسمح لها تهاجمني او تنقدني اذا كان نقد موضوعي وبمحله، بس مش تجرحني، لا مش مسموح. بعدين موضوع الشعر، هيدا الشعر، الشعر فيه الهجاء وفيه الزم وفيه 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 وفيه. جاية بموضوع الشعر وبتقول لك انك انت اذيت مشاعر اولادك. يعني بدي اسالك سؤال، انا باذي مشاعر اولادي عن جد؟ يا ريتها، بس هي ست، المفروض تفهم انه انا لو جبت ست على غريبه او مرت اب لاولادي، انا ساعتها بكون اذيت مشاعرهم. لما بيشوفوني انا مع وحده باي موقف كان، ان شاء الله بالسياره، انا ساعتها بكون اذيت مشاعر اولادي. شو اذيت مشاعر اولادي انا؟ بشو؟ بالكلمه. اي كلمه؟ بالكلمه، بالاهانه. مش مسؤول عنها. بالاهانه لامهم على صفحات الجرايد والمجلات. كلام قديم وفات ومشي الحال، وكل مين هلا راح بهذا. بس انا ما اهنت اولادي ولا قللت احترام لاولادي اطلاقا. انا عندي اغلى شيء اولادي. ضد ومع ايمن الذهبي، ضد او مع العلاقه الحميمه قبل الزواج؟ مع، اكيد مع العلاقة الحميمة قبل الزواج. شو قصدك بالعلاقة الحميمة؟ العلاقة الحميمة يعني وكأنها المسكنة، ان اتنين يعني. ايوه مع طبعا، 100%. مع ان تكون في علاقة جنسية قبل الزواج بين الرجل والمرأة؟ اكيد مع. ليه؟ لانه الجنس عنصر اساسي بالعلاقة الزوجية. انا ممكن اكون متواصل مع زوجتي بكل الامور، بس جنسيا فاشلين، فالعلاقة أكيد حتفوت بالحياة وأكيد حنفشل، لأنه جنس شيء أساسي بين أي اثنين متزوجين. بس تقاليد البيئة والدين إلى آخره. لا، ممكن يكونوا بالحلال، مو شرط، يعني مو شرط الإشهار يعني. هلا ما أعرف إنه شروط الزواج هو الإشهار، ولكن أنا مع إنه يوصلوا لمرحلة من التفاهم عميقة كتير حتى ما يتراجعوا وما يندموا وما يطلقوا. ضد أو مع اقتناء أسلحة حربية في المنزل؟ هلا أنا ضد إنه يكونوا بين إيدين الصغار، بس يعني أنا شخصيا ما فيني أقول لك ضد، لأنه أنا عندي بالبيت. ضروري عند عاسته بيسوى تقله المسدس طبعا، لما بتعتازيه عند عاسته. هذا مثل بيقول لك. ايه اوكي. مرخص مسدسك طبعا. ضد او مع حق الاهل في اختيار جنس المولود؟ ضد. من خلال التحكم بالجينات اكيد. ضد. ضد. ضد او مع شن سوريا حرب على اسرائيل لتحرير الجولان؟ ضد. ضد. أيمن، لازلت إلى الآن شخصية ضدية بالنسبة للموضوع النسبي اللي أنا بقوله دايما، وسوادك أكتر من بياضك. أيمن الذهبي مع الاستمرار في حب أصالة وضد نسيانها حتى في أشعاره وقصائده الشعرية، بعد هذا الفصل الإعلاني. أيمن الذهبي شاعر كمان؟ أمرك لله بقى.
ليك دواوين شعرية غير تكون هي؟ يعني أنا دلوقتي في إيديا قدرت أحصل على تكون هي اللي تمت طباعته سنة 2006 بعد التغيير اللي حصل في حياتك الاجتماعية أقدر أقول، وعندك ديوان قبل كده اسمه الحب الأول يقتلكم سنة 87. نعم. وشذا الياسمين سنة 89. صحيح. وعامل أمسية شعرية متصورة كانت أنا والشاعر عمر الفرة. عمر الفرة. نعم. الدواوين دي نزلت للمكتبات واتباعت؟ أيوة. اتباعت. أيوة. بس تكون هي ما نزلش. هو صدر عن دار الجرس الحقيقة. اه. ففي شركة توزيع بتتعامل معها دار الجرس، فهي المسؤولة عن التوزيع مش أنا يعني. أنا أخذت كم نسخة عشان أهدي حبايبي وناسي يعني. ديوانك الثالث تكون هي، أقدر أقول إن هو ملخص لقصة حبك مع أصالة اللي يعني طالت أكتر من 15 سنة؟ لا أقول لك شغلة، أنا أولا ما بتخبى وراء ألمي، ولا بيهمني إذا قالوا عني شاعر ولا لا، لأني لا أحترف الشعر، هواية بالنسبة لي. يعني بلخص لك وجهة نظري ببيت لإلي أبو ماضي لما بيقول لك إن لم يكن الشعر ذكرى تجربة أو عاطفة فهو تقطيع وأوزانه. يعني الشعر هو تجربة، هو فكرة، هو عاطفة، هو حالة. فبعبر عنها أنا، بدل في ناس بتعبر بالرياضة، في ناس بتعبر بالأكل، في ناس تعبر بالقلم والورقة. اختار لي بيت من تكون هي، اللي هي القصيدة الأخيرة اللي حملت عنوان الكتاب واللي هي مهداة لأصالة. اختار لي. مش مهداة لأصالة، أنا كتبتها بحالة، يعني ما كنت قاصد أني أهدية إياها لأصالة أو شيء، كتبت نفسي، كتبت تاريخي، كتبت نفسك حياتي. في بيت حتختار أني بيت؟ عندما تكون مأساتي بحجم سعادتها، وجرحي العميق بفعل يدها، وأسئلتي وأجوبتها أني لم أعد أناسب سيادتها، تكون هي. قالت لك أصالة في مرة أنت لم تعد تناسبني؟ آه. آه بالأمان يا آخر مرة هي لما كنت قاعد لا قبل يعني بالفترة الأخيرة، والله ما أتذكر إمتى. نسيت تفاصيل كتير، نسيتها. أحيانا بتصدقي بنسى أني أنا كنت مجوز 15 سنة. أحيانا بنسى أنه أنا كنت أعرف أصالة أساسا. محرج من الكلام اللي أنت قلته على أصالة. أنا كلام، في كلام كان مبالغ فيه. من محاولات تشويهك لسمعتها، الصحافة اخترعت دي كمان؟ أنا شوهت سمعتها. آه. أنا شوهت سمعتها. نعم. أنت رأيك كده؟ ده أنا رأيي من كل الكلام اللي أنا قريته، يعني في عندي مقتطفات صحفية كتير، عندي هنا مي الياس من إلاف بتقول لك إنه حملة طليق أصالة للتشهير بها والإيحاء للرأي العام بأنها سيدة دايرة على حل شعرها، وإنها كانت على علاقة وهي على ذمته بالمخرج طارق العريان. لا 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 لا, لا. أنا لقبل بأسبوع أصالة، أنا أنفي تماماً إذا الكلام ده نقال على لساني، أنا أنفي تماماً أصالة لم تكن على علاقة بطارق العريان وهي زوجتي. تعرفت علي، نعم، من أنا هلأ من قلت لك من شوي، أنا قبل بأسبوع، قبل ما أترك البيت بأسبوع، أصالة كنت عم بتفق مع طارق العريان على تصوير كليب فين حبيبي. مزبوط. وبعدين طارق مش نكرة، لأن طارق مخرج وأخرج لها على حبيبي إيدك اثنين ثلاثة، أعطف حبيبي وفي إسبانيا لما رحنا إسبانيا صورنا يا مجنون، وده كان إنتاجي وما تسألنيش. يعني لم تتهم أصالة بالخيانة، وكله أقدر أقول كلام بتتبلى عليك في الصحافة، فيما أنا لم أتهمها فيما يخص طارق العريان. أمال اتهمتها بصفة عامة في أخلاقها؟ أنا قلت ما فيش علاقة كانت بين أصالة وطارق العريان. ما
ما كانش شايفها ولا كان في أي اتصال، كنت أنا بس اللي بعمل الاتصالات والكلام و و و إلى آخره. حتى في سؤال هنا لفتني، إن كانت أصالة أخونك كما تدعي مي الياس كتباه، فأي رجل أنت عندما تبدي استعدادك للعيش مع زوجة خائنة؟ وإن كانت أصالة بريئة وأنت ترهبها وتبتزها إعلاميا للعودة لك غصبا عنها، نتساءل أي نوع من الرجال أنت؟ يعني ما بفهمك، يعني انت بس بدك تجرحي فيني لحتى انا استفز وجاوبك؟ انا ما بجرحش فيك. شو متوقعة؟ انت اللي بتجرح في نفسك. طب ما ده الكلام اللي انت كنت بتقوله. الواحد لما يقول كلمه يا ايمن بيبقى قدها، او لما يغلط بيتراجع وبيقول انا اخطات واسف. يا ستي انا اخطات واسف، وتفضيها سيره وتعي نقفل القصه، شو رايك؟ خلينا بالشعر. خلينا بالشعر. انا لا اقبل أي امرأة تنحسب على اسمي تكون خائنة، هيدا شيء مؤكد. واللي بيعرفني بيعرف شهامتي وبيعرف أصلي وبيعرف عيلتي وبيعرف اسمي وبيعرف طبعي. عرفتي كيف؟ ولا أقبل أنه أنا شكك بمرتي وعيش معها، أو اتهمها بالخيانة وأستعمل وسائل لجيبها. لو بده يجيني منها مال قارون لا يمكن أقبل ولا يمكن أعيش مع واحدة. إذن ظلمتك الصحافة. الصحافة أنا لا ما ظلمتني، لا الصحافة حيرتني. لا الصحافة بالغت إلى حد ما. ومثل ما حضرتك قريتي هلأ بإيلاف، أنا هذا الكلام ما قلته. أنا قلت ومصر إنه طارق العريان ما كان عنده علاقة بأصالة، وأصالة ما عنده علاقة بطارق العريان، لكن ما كان قارية ولا شايفة قدامه. حتى قبل بأسبوع مختلف أنا وياه على $5,000 على تصوير كليب فين حبيبي، ودخل أحمد ناجرو واسطة بالموضوع ليقنعه ينزل السعر. وهي أحمد ناجرو عنكم بروتانا وسألوه، وهو بيعطيكم التاريخ وبيعطيكم تاريخ زواج أصالة إمتى كان، وشوفي الفرق قدي قدي بالضبط بالضبط شهر و23 يوم. أصالة خلصت العدة تبعها ب22، اتزوجت ب23. أصالة بتقول حبي لأيمن أكبر من حبه لي، فمحبتي له فيها احترام لعشرة واحترام لخصوصياتنا، ولا يمكن أن أجرحه أو أهينه أو أصغره. عاملة حساب للـ 14 سنة اللي عاشتهم معاك، وبتقول إن محبتها أرقى بكثير من محبتك. مشكورة، بحترمها على هالحكي. بتطلبها دلوقتي بدفع $5 مليون؟ مو أنا. مين؟ ناس رفع عليها دعوة. أنا خصم مدخل بالقضية، هي أدخلتني فدخلت. إزاي هي أدخلتك؟ مش هي اللي كانت عاملة لك توكيل عشان أنت جوزها؟ أنا هل ده موضوع برفض أتكلم عنه تماماً، لأنه بالقضاء وخلال فترة قريبة يا بينصفني يا بينصف يا يعني يا هي بينصفها يا بينصف الآخر، مين ما كان. مين الآخر؟ أنا طرف منه، لأنه هي أدخلتني خصم مدخل. بس أنت زورت توقعها. لا 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 لا. إزاي؟ لا يا مامي ما زورت. هي عملت لك توكيل وأنت من وراها رحت عامل عقد بينك وبين نفسك. ده اسمه تزوير؟ طبعا. أنا أدي لك ثقتي وأدي لك الأمانة كلها، اسمه سوء أمانة. تروح أنت جاي مستخدم التوكيل اللي أنا عامله لك، عامل كونترا وماضي باسمي واسمك. لا ما هيك الموضوع، وسوري ما حأحكي عن الموضوع لأنه الموضوع بالقضاء، ما بدي أي كلمة تتاخد مو لمصلحة القضية. بس سوري ماشي. بدك تعتبريني زورت؟ زورت يا أختي. كيف أنا بدي زور وبدي أرفع دعوة أو بده يروح؟ زورت، هي عاملة لك توكيل وانت خلص. مضيت باسمها. أنا برفض أحكي عن الموضوع بشكل غير شرعي، من غير ما ترجع لها، من غير ما تعرف إن في عقد بينك وبينك، إن هي ما ينفعش تقدم أي عمل فني بدون موافقة خطية منك. اخترعت أنت الموضوع ده، لأن أكيد طبيعي أنا جوزي متجوزة بقالي 14 سنة، هعمل بيني وما بينه عقد غير عقد الجواز؟ صعب متهيألي. عقد إدارة فنية، ده أنت جوزي. No comment. في مشاركة معانا من الزميلة الصحفية ندى مفرج صعيد من جريدة الأنباء الكويتية وموقع أرام كمان الإلكتروني، عندها سؤالين ليك ونرجع تاني. أنا ضايقتك؟
لا ليه؟ حاسه كده انك متضايق مني. طول الحلقه ما حسيتش انك متضايق مني، في الخمسة مليون دولار حاسه انك متضايق مني. لا بس سؤالي كان مش بمحل. يعني كل حاجه قادر اني انا ادافع عنها واحط النقط على الحروف واقول لك الحقيقه. وانا ما بكذبش الحمد لله، انا متصالح مع نفسي وعارف يعني قدر نفسي. طب انا ما جبتش كلام من عندي، انا قلت واقعه حقيقيه. الصحافه لما بتقولي لي خبر مكتوب غلط، 5 مليون دولار ما جبتوش من الصحافه. نو في 5 مليون دولار مظبوط، بس انا بقول لك القضيه دي بالذات متشعبه جدا، فما اقدرش اتكلم عليها عشان القضاء ما بتش فيها بعد. يعني لسه القضاء ما بت فيها، ما اخذ اي طرف حكم فيها، فما فيني اتكلم عنها. بس ما كانش من حقك انك انت تعمل عقد بدون علمها بالتوكيل اللي هي اديته لك. ما من حقي، مش كده؟ ولا كان من حقك بسألك كسؤال بس؟ من حقي. من حقك، تفضلوا الريبورتاج. مساء الخير وفاء، مساء الخير استاذ ايمن. ما اكتفى كل من أصالة وأيمن الذهبي بإقحام الإعلام بالقوة بقدسية المنزل الزوجي ومشاكله، كمان استغلوا لحساباتهم الخاصة المستمع عبر توجيه رسائل لبعضهم البعض من خلال الأغاني. لأي مدى فينا نعتبر غنية غلطة عمري يلي كتبت كلماتها وأديها فريق المشرق العربي بألبوم هي الرسالة الأولى اللي وجهها أيمن الذهبي لأصالة؟ هل كانت رد على الرسائل اللي هي وجهت لك إياها من خلال الأغاني كتيري من بيناتها أرد ليه؟ سؤال تاني حب أطرحه عليك أستاذ أيمن، حضانة شام رح تكون قريباً لألك من بعد حضانة خالد، كيف تتصور الحياة مع أولادك من بعد ما أسهبت بالخوض بسمعة أمهم من دون مراعاة مشاعرهم؟ ما فكرت أنك عم بتسيء لسمعة الأم؟ ما فكرت بموقفهم قدام الناس والرأي العام، خاصة أنه الولد ما بينسى وهو مراقب جيد مرهف الأحساس؟ وفي حال كان جوابك أنه أصالة هي اللي بلشت، بسألك وين النضوج عند الرجل ومصلحة فلذات كبده بمجتمع نتغنى فيه بالذكورية الذكية؟ مشكورة الست ندى على مداخلتها، وتفضل. أول شيء بالنسبة لأغنية غلطة عمري، انكتبت لأصالة مش لأصالة، أنه أنا بعتها مسج. كانت المفروض تغنيها أصالة؟ نعم نعم نعم، وموجودة عند أستاذ طارق أبو جودي أكثر من 4 سنين، احنا مطلعين من 2، فإجت مصادفة إنه غناها فريق المشرق بألبوم، ومصادفة إنه طلعت بهالتوقيت، لأنه كان بعد أصالة كان المفروض يغنيها هادي أسود، وكانت معمولة لهادي، وحتى إذا بتلاحظي إذا بتسمعي الأغنية مغنية من طبقة ولد، من طبقة شاب، يعني ملحنة لشاب. يعني ما كانش قصدك أنك أنت توجهها كرسالة لأصالة؟ أبداً أبداً، آخر همي آخر همي أبعت مسجات. أما بالنسبة لشام وخالد، أنا شام وخالد اليوم وبكرة وبعده بيبقوا أولادي، ولا يمكن أتخلى عنهم بأي يوم من الأيام، سواء الحضانة طلعت لي ولا ما طلعت لي. وين مصلحتهم أنا بعمل؟ أنا شايف أنه مصلحتهم هلأ يبقوا مع أمهم ويبقوا قراب من بعض، أنا ما بدي فرق. أنا قادر أخذ شام لحاله أو أخذ خالد لوحده، بس أنا بدي الاثنين يبقوا مع بعض، الأخوات لازم يربوا مع بعض. ما حدا لأنه حيكون قريب لشام أكتر من خالد والعكس صحيح، أو حدا بيخاف على شام أكتر من خالد والعكس صحيح. فأنا تاركهم مع أمهم هالفترة لحتى يشوفوا وين، يعني يقرروا هن بدهم يعيشوا معي بدهم يعيشوا مع امهم بعدين وين ما بدهم. بس انت شايف ان امهم مش مقصره معاهم؟ على فكره اصاله ام كويسه. انا مالي خايف على اولادي من اصاله، انا بخاف على اولادي من اللي حوالين اصاله. قولا واحدا يعني. اما اصاله ما ام بتقول ان اصاله وطارق حيسيبوا بعض قريب؟ انا قلت؟ لا ما قلتش كده، انا قلت كمان في الصحافه كمان نقال عنها. في جلساتك الخاصة؟ في جلساتي الخاصة، أنا بجلساتي الخاصة نادرا نادرا ما أنا اللي بجيب سيرة أصالة وطارق، وبتحاشى كتير أنه أحيانا جيب سيرة. بس أنا وصلني أنك بتقول أنهم حيسيبوا بعض قريب. أسأل يعني أنا بينقل لي أنا بينقل لي يلي حشوف يلي حشوف، بتمنى لهم التوفيق. أنا مع بعض بتمنى لهم
تتمنى لهم التوفيق. وقلت طارق العريان أنا زعلان عليه لأنه لا يدري إلى أين هو ذاهب. لا أنا قلت زعلان عليه لأنه ضحية. انتبه. ما قلت إلى أين هو. أنا قلت زعلان على طارق، أما في شي بيني وبين طارق العريان، وبرجع بأكد لك أنا بزعل عليه لأنه ضحية. أي رجل بيتزوج أنا بعتبره ضحية، مو شرط طارق العريان. مش عشان أصالة يعني. نو أي رجل ضحية زواج. مش وراهم جواسيس أنا؟ لطارق العريان؟ عشان تقول إنهم متخنقوا في المكان الفلاني. والله العظيم والله العظيم يا وفاء، والله العظيم سادي. إنه آخر همي أعرف أخبارهم، بس بيصلني أحياناً تليفون، كوم دبي بيجيني تليفون، ألو أيمن كيفك شو أخبارك عرفت شو صار مبارح؟ بالصدفة بيكون الشخص اللي محاكيني قاعد بنفس المطعم، يا بيشوف خناقة بيناتهم، يا بيشوف قصة، يا بيشوف كذا، والحكي بيطلع. بقول له طب ليه عم تخبرني؟ كل شخص بيخبرني عنه بقول له ليه عم تقولولي؟ يعني قال مين غازك اللي بلغك؟ يعني قصدين تغيظوني؟ يعني ما بدي، آخر همي أعرف شو أخبارهم، بس بتمنى تكونوا بخير، لأنه طول ما أصالة بخير أنا أولادي بخير. بس مؤكد ضده مع أيمن الذهبي، ضد أو مع الأهل اللي بيسيبوا أولادهم في رعاية الخادمات؟ ضد. ضد. ضد أو مع وضع الطفل المعوق في مراكز خاصة بعيد عن أهله، يتعزل في بيئة يقولوا إنه معوق؟ يعني إيه المعوق؟ يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة. لا ضد. ضد لأنه ما حيلاقي أحن من أهله عليه. ضد أو مع إقامة تمثيل دبلوماسي بين لبنان وسوريا، يبقى في سفارة سورية في لبنان ويبقى في سفارة لبنانية في سوريا؟ ما معودين على القصة. ضد. اعتبرتيه ضد؟ ضد، بس عم أقولك مو معودين. طيب ضد أو مع؟ مع كلمتك مو معودين على هالقصة، يعني كأنه ضد. ضد. شلتها وخطيتها. يلا اوكي. ضد او مع الزواج ببنت اصغر منك بخمسة وعشرين سنة؟ اصغر مني بخمسة وعشرين سنة، يعني انا اربعين ماينس خمسة وعشرين يعني خمستاشر سنة، دي تبقى مصيبة يا حبيبي. بنتي انا هلأ ستاشر عشرين سنة، يعني انت عندك 40 تتجوز واحدة عندها 20، ضد او مع؟ مع. مع؟ بتحب دلوقتي؟ بتحب دلوقتي؟ عارف انك شبه شام او شام شبهك قوي بجد. بتحب ايمن؟ انت عايزة ايه؟ لا عايزة اعرف بتحب قلبك مين مشغول؟ مين بيعرف الحب مرة وبيقدر ما يحب؟ أكيد الحب ما في أحلى منه. في أحلى من الحب؟ معروفة؟ قصدك يعني شخصية معروفة، فنانة من الوسط؟ مش عايز تقول. أنا إلى هاللحظة غير مرتبط، هذا اللي بقول لك إياه. بس بتحب؟ هذا شيء خاص فيني. دمك خفيف. وأنت مهضومة. أيمن أنت حصل على دبلوم في الحقوق من جامعة بيروت العربية سنة 98 بالمراسلة، وكانت أصالة على ذمتك. نعم. يعني كان بقالكم حوالي 7 سنين متجوزين، إلا أن أصالة ما تعرفش أنك أنت اتخرجت وعندك ليسانس حقوق. ليه أخفيت عليها الموضوع ده؟ أسباب خاصة فيني. غريبة قوي. ليه جوزي بيدرس؟ يعني دي حاجة لطيفة مش أنا حاجة وحشة. أنا عشت 16 سنة ببريطانيا، آخر سنتين أنا وأصالة كنا أوكي؟ وشام كانت معنا. فحصلت على الجنسية البريطانية
وقدمت هلأ لأولادي عليها، وأصلا ما بتعرف، تفاجأت أساسا لما شافتك. بس دي حاجة ودي حاجة تانية. نفس القصة. أنا عندي موضوع. شو حيفيدها إذا عرفت جوزها أبو أولادها حتنبسط لي؟ تفتخر بيك طبعا، تنبسط لك. والله الله، ده الطبيعي. هذا الطبيعي، أنا معك، هذا الطبيعي. هي ما كانتش حتنبسط لك لو عرفت أنك أنت بتدرس وتخرجت؟ ما بعرف. تعتبر نفسك كنت محامي ناجح لقضيتك بما أنك خريج حقوق؟ قضيتي أي قضية؟ أنت عندك قاضي كتير؟ أي قضية فيهم؟ أنت عندك قاضي كتير؟ لا الحمد لله. أنت كل قواضيك حتى متفرعة من قضيتك الرئيسية مع أصالة. يبقى أنت قصدك قضيتي مع أصالة؟ نعم. كنت محامي ناجح؟ هلأ إيه؟ أيمن الدهبي ومحامي الشيطان بعد هذا الفصل الإعلاني، ابقوا معنا.
أخبار غيرنا، لحظات ضعفهم، حكاياتهم هي مصدر مهم للحواديت في قعدتنا قوي. هنسلي نفسنا إزاي؟ ما ينفعش نلعب بس دور المتفرج. ينفع ده يا أيمن؟ لأ، ده احنا لازم نحلل ونستلذ بتحليلاتنا. يا خيبتها كان لازم تكون أقوى، ده أنا لو كنت مكانها كنت عملت وعملت وعملت وكنت سويت فيه وسويت فيه وسويت فيه. كل ده عشان احنا مش أبطال القصة، والجرح مش بيوجع إلا صاحبه، مش كده؟ الشيطان اللي بيزين لينا الجلد والقسوة هتكلم بلسانه وحدافع بحججه بعد ما نشوف مع بعض ريبورتاج من إعداد الزميلة ماريت يونس وإخراج روجي بوجودة. تفضلوا الريبورتاج. أنا جربت أكتر من مرة أنهي حياتي وانتحر، ولأنه كان في مشاكل عائلية كتير بحياتي. مع اني بخاف من الموت كتير وبكره الموت كتير، بس جرب انتحر ما بعرف ليه. من اول مره جربت انتحر كان علقت انا وجوزي بالبيت، وكنت انا وصاحبتي، جيت وقفت على البلكون بدي زيت حالي من ثالث طابق. انا يعني ربشت على الكرسي عم زيت حالي، اجت رفيقي صاحبتي لقطتني وردتني لورا. وصلت معي أمور أني ماني طايقة حالي بقى، ماني طايقة الدنيا بقى، أنه خلص ما فيني أتحمل حال الدنيا. جربت أني أقص إيدي بالسكين، يعني هو لقط السكين من إيدي، أخذني عند أهلي وقتها. ثالث مرة جربت انتحر فيها وأنهي حياتي، أنه لما خسرت جوزي أنه توفى بحادث سيارة. أنا عم بنتحر ما كنت مفكرة بشيء إلا أنه بدي موت، أنه خلص جوزي راح أنا لازم راح ورا. جيت على البيت على الصدمة وهيك، شربت دواء وبالآخر الليل أشهد ضغطي للستة، أخذني صهري على الحكيم وعملوا لي غسيل معدي وضليت يومين بالمستشفى. بعد ما وعيت إنه أول شغلة تذكرتها هي بنتي، دغري سألت عن بنتي إنه وينها. بنتي رقدت وعبطتني وصرت تبكي. ساعتها استوعبت الموضوع إن أنا ما لازم انتحر ولا اعمل شي بحالي، لانه انا بالنهاية عايشة كرمال بنت. بالاول لما كنت عم جرب انتحر كنت شوف الدنيا كتير بشعة، بس هلأ لا، بالعكس انه شايفتها كتير حلوة وكتير منيحة الدنيا، ولحنا اللي منحليها مش هي. يعني الموت ده نعمة كبيرة، نعمة كبيرة، حل سريع وفعال، راحة ابدية. حد يجيله الموت لغاية عنده يدق بابه. تجرب تنتحر وترجع في قرارها تاني؟ كان لازم تنتحر، لازم تنتحر. انت عم تحكي جد ولا عم تمزحي؟ هنا مفيش مكان للهزار، لازم كانت تنتحر، كانت ارتاحت من وجع القلب ومن الدنيا وهمومها. يا مامي حرام، قتل النفس حرام، هي اولا. ثانيا إذا هي مقضية اللي قضته، طبعاً يعني يأسفني إنه شوف واحدة بهالعمر، بس جبران خليل جبران بيقلك مقولة كتير مهمة، إنه لم أعد أخشى الزمان بشيء فقد أفرغ جميع أسهمه بصدري. جبران خليل جبران قاعد مرتاح ومعه فلوس يا حبيبي، دي بتتعذب. ترتاح إزاي؟ طالما تعذبت بهالشكل وقاست بهالشكل، فإلا ما يفرج عليها الحياة، إلا ما تفرج عليها. هي لازم، ما بعد الضيق إلا الفرج، لازم تبطل جبن. هي اعترفت، قالت إن هي جبانة، هي جبانة، كل ما تيجي تنتحر بترجع في كلامها. تبطل، لا مو جبانة، تبطل جبن. صحوة الضمير عم يطلع عندها فعم تتراجع. عيلة عيلة عيلة، ولازم تكبر، لازم تتعلم الشجاعة وتنتحر. وبعدين عماله تروح ساعه تذبح لي ايديها بسكينه، عايزه تقتل نفسها بسكينه او تذبح ايدها، ساعه عايزه ترمي نفسها من البلكونه. يا ماما في حاجات اسهل من كده، تبلبع لها ازازه دواء وتروح فيها. اه طبعا، يا سلام، بالبساطه دي طبعا الانتحار علم وخبره. تترك بنتها لمين؟ للزمن. هي كمان هتفكر في بنتها؟
طب ما هي بنتها عمالة تتخض كل شوية. مامي بتنتحر. أقول لك شغلة، أنا شخصيا من الموت ما بخاف، لأنه شيء مقدر علينا إحنا الكل، وساعة الساعة ما حدا بيدرى فيها إلا ربنا. بس كوني أنا اتخذ قرار انتحار، فهذا يعني أنك أنت دخلتي براسي وصرتي أنت عم تتحكمي بقراراتي، وأنت صرتي يلي هلأ قاعدة قدامي عم تتحكمي بحياتي. الانتحار للأقوياء، وأنا بساعدك، أنا هنا بساعدك. هي خدت لي كمية دواء غلط، عملت لها هبوط وراحت عملت غسيل معدة. هي تاخد الكمية المظبوطة. قديه عمرها سؤال؟ وترتاح وتريح. قديه عمرها يا حبيبي؟ عمرها إيه؟ الانتحار هواية عندها، ثلاث مرات بتحاول تنتحر، هواية. ضعفت، معلش، ضعفت. هدوء، شرف الانتحار مرة وتموت بقى بحقه حقيقي، وتسيب بنتها للزمن هو اللي يربيها. ايه مالك بتوصلي ليه؟ في الاول وفي الاخر حنموت، تقصر الطريق، ترتاح وتريح بنتها من الخضة كل شوية. هيك رأيك؟ اه طبعا. وبعدين بنتها بكرة تكبر وتتجوز. بعدين الست في الاول كانت بتحاول تنتحر عشان جوزها بيهزقها او بيزعلها او بيضايقها، وبعد كده تحاول تنتحر عشان جوزها مات. والله العظيم دي جننتني انا كمان. بتحبي اقتلك اياها وريحك؟ ايه الحكايه؟ وكل ما حد يجي يقعد على الكرسي ده يقول لي اقتلهولك وريحك؟ غلط. انا عايزاها هي اللي تاخد القرار وتنتحر. لا غلط، مش انت اللي تريحها، هي اللي تريح نفسها. غلط غلط. اولا عندها بنت لازم تربيها، لمين حتتركها؟ اذا فكرت اول شيء في جانبين هون عندك للانتحار. اولا انانيه جدا وضعيفه جدا، انانيه لانه فكرت تتخلى عن بنتها وتتركها للزمن مثل ما قلتي حضرتك، وضعيفة جدا لأنه ما لا أدراني تقاوم صعوبة الحياة اللي مرق أو الشيء اللي مرق عليها، ما لا أدراني تتحمله وفكرت بالانتحار. طبعا عشان هي ضعيفة، أنا بأكد على كلامك، حضرتها بتخاف ترمي نفسها من البلكونة. في حد يخاف يرمي نفسه من البلكونة في الزمن ده؟ يرمي نفسه يقع على دماغه مفتوح حتتين زي البطيخة وماتت واستريحنا وريحتنا. وبعدين هي بتقول مش هي اللي بتقول، خليني أنا أقول لك حاجة أزيدك من الشعر بيت. البني آدم اللي بيحاول مرة ينتحر هو شخصية انتحارية، يعني أكيد أكيد نهايتها للانتحار. دي جربت مرة واثنين وثلاثة واربعة، هتنتحر في الآخر. هتنتحر يعني هتنتحر. لا، كونها جربت مرة واثنين وثلاثة معناتها عندها صحوة ضمير، ومعناتها خايفة على بنتها وخايفة من الله بالدرجة الأولى، لأنه الانتحار وقتل النفس شيء محرم بالشرع، ولا يجوز قتل النفس مهما كانت الأسباب. مهما كانت الأسباب، أنا مرق عراسي كتير ولا فكرت بعمري ولا فكرت تعالجت، رحت على دكتور نفساني، دكتورة باولا معروفة ببيروت، تعالجت، أخذت عندها 30 ساعة لشوف العيب من مين، طلعت أنا اللي ما فيني شيء والآخر المريض. المشكلة إنه لازم تعرفي الحل وين. لا الهروب حل، ولا الاستسلام حل، ولا الخضوع والضعف حل لأي مشكلة. وطبعا بالتالي الانتحار أكيد، هذا الانتحار مجمل كل هذول. فغلط، أنا برأيي غلط، حرام. بنت صغيرة أوكي مات زوجها الله يرحمه، عندها بنت، شو ما قاست شو ما شافت، الحياة لازم تستمر ولازم تكمل. أكيد الانتحار مش حل، ويبقى لازم تروح لدكتور نفساني عشان تعالج نفسها. أكيد. من الموضوع ده، وده مش غلط، وواضح أن هي صغيرة في السن، وأن هي اتظلمت فعلا بالزواج المبكر، ولسه هي طفلة مش ناضجة يعني. عموما للأخت العزيزة اللي حبت أن هي تقول مشكلتها علشان توعي ناس كتير ما يحاولوش ينتحروا أو يضيعوا حياتهم ويسيبوا ولادهم أو أسرهم تعبانين من بعديهم، عايزة أبتدي من الجملة اللي ختمتي بيها كلمتك، قالت الحياة حلوة لأن إحنا اللي بنجملها. صح. وجملة جميلة قوي، وحزيدك كمان من الشعر بيت، إن أحلى ما فيها إنك بعد لحظات الضعف والتخلي عن الإيمان والأمل تأمني بيها من أول وجديد. وأي حد، أي حد ممكن يفكر مرة إنه وجع الدنيا، إن كان بالإحساس بالوحدة أو الظلم أو الاضطهاد أو إلى آخره، الحل السحري
لي هو الانتحار ياريت يقف لحظة واحدة يفكر إن عذاب الدنيا أخف بكتير من عذاب الآخرة زي ما تفضلت حضرتك وقلت، والحياة حلاوتها في طلعتها ونزلتها، في فرحها بعد حزنها، وفي حلاوة ضحكتها بعد دمعتها، عشان نحس إن إحنا عايشين. صحيح. أمال هنحس إن إحنا عايشين إزاي؟ صحيح. أيمن الذهبي بشكر وجودك معي النهاردة، شرفتني. أتمنى أكون يعني ما كنتش مزعجة قوي، وأشهد لك برحابة الصدر، فبشكر رحابة صدرك. مرسي إليك ومرسي على دعوتكم لألي، ومرسي لاستفزازك لألي، ومرسي كمان للأسئلة السخنة كتير يلي تشالت معظمها يعني من كتر ما مثل وضحتي لي إنه ما في وقت كتير لألو. إن شاء الله أكون أضفت شيء أنا لبرنامجك وقدرت أوضح أو حط النقط فوق الحروف يعني. بشكر وجودك معايا وبتمنى لك كل التوفيق، وربنا يخلي لك لودي يا أبو لودي وشام. الله يخليك، الله يسلمك يا رب. بعتذر إنك كنت حابب تتكلم على الشاعر الكبير الراحل نزار قباني عشان ما اديتلوش حقه خلال الحلقة. الحقيقة نعم، يعني أنا باعتبار مريت مرور الكرام على قصيدة حبلة، ولكن كنت حابب أنا يعني إني أوجه لروحه يعني هيك رسالة حب وتقدير مني، وكنت حابب أذكر قصة أغضب والسوء تفاهم اللي صار عليها والإشكال اللي حصل وقتها، بس يمكن هلأ ما في وقت. ويمكن أنت استخدمته أيضا من خلال برنامج ألبوم أنك تمرق مسج اسمح لي فيها في الآخر، برضو مش قادرة أختم بهدوء. إحنا حنرجع تاني. بعت رسالة لأصالة وقتها ببيت شعر، والصحافة وقتها انشغلت وكتبت عنه. صحيح، بس أنا طلب مني وقت الأستاذ عبد القادر الهدهودي اللي هو كان بلجنة الخليج معي، هو اللي طلب مني أني أحكيها لأنه كنت قايل له إياها قبل بيوم، بس مش قصدي مسج ولا شيء إطلاقا. هي من أجمل ما كتب نزار أنيوي يعني معروفة يعني تبعي، أظن قصدك أنت يا قصيدة يا أجمل الجبناء الطربي، أعتقد لأني أنا ما حضرتش الحلقة اللي كتب عنها هي، يقول فيها أجمل الجبناء اقتربي، فبرقك دون رعدي، جدران بيتك من زجاج، فحاذري أن تستبدي هذا الذي يسعى إليك الآن، لا أرضاه عبدي، يكفيه ذلا أنه قد جاء ماء البئر بعدي. فهي كانت من أجمل حقيقة القصائد يعني اللي كتبها نزار، وحكيتها بالألبوم وأولوها الصحافة تاني نهار وقالوا هي مسج لمين ولمين ولمين، ولكن أنا قلت لنزار قصيدة لنزار. بعتذر من كل الفريق فوق، بس سؤال واحد بس، هشوفك ممثل قريب حتمثل؟ مصري أم سوري؟ لا سوري إن شاء سوري. الله سوري. حتكون في لجنة التحكيم لبرنامج ألبوم في سيزن 2؟ إن شاء الله. Good luck. Thank you. شكرا أيمن الذهبي، شكرا لكل من تابعنا. الأسبوع الجاي إن شاء الله حيكون لينا لقاء. تحية مني وفاء الكلامي، تصبحوا على ألف خير. Thank you.